شو من حوايج اللي فعليا كتمنى الناس اللي كتفرجوا فينا دابا يعرفوها قبل ما يجوا المانيا باش تسهل عليهم الحياه في المانيا؟ ولكن النصيحه اللي نعطي للناس اللي كيجيو كراو في المانيا ما يزربوش، خاصه الا كانوا صغار. عندك اللغه غتمشي في المجتمع مزيان، ما عندكش يعني راه عائق كبير. اربع سنين هما الباشلور في اربع سنين، اربع سنين ديال فول تايم جوب وفول تايم ستادينغ. واو ما سهلش، صعيبه كما كي دابا انت قبيله من المانيا وكتدوز مراحل صعيبه. كنا على يقين اي واحد الماني غادي يدوز مراحل صعيبه. انه 2014 درت واحد الخطه تاع 15 عام، 15 عام درت 3 سنين 5 سنين 10 سنين 15. قال لي تذكر محمد راه غايجيك واحد النهار راه انا كنعرف الناس اللي كيمشيو للغرب غتولي تغسل الماء في الريستورون باش انه يحطمك باش انا واخا زعما ديريكتور منه يعني لواحد البوست اخر للوزير، ما كتبقى اسرع وسيله ولا طريقه باش دير الفلوس ديال القرايه. كاين جوج الحوايج اللي كيكلاسيفيو بعض الاحيان، الباسبور ديالك كيعاونك، الحاجه الاخرى الشهاده ديالك تجي من موزمبيق ولا من إثيوبيا. عندك دكتوره مثلا ومشي تخصص مزيان وهذا هذا في حد ذاته راه جواز. هذاك الشخص المغربي الا تحط وحده كيخدم ولا حط في جماعه في مجموعه ما كيخدمش وما كيكونش اكتيف. وعلاه حنا عندنا مشكل كبير في المغرب اللي هو مشكل التوجه. كذلك جيت المانيا وباقي تالف صح، يعني الحلم ديالو الاكبر هو المانيا. ملي كتجي هنا صافي الحلم حققتيه، شنو باقي مازال انت حققتي حلمك في 20 عام. السلام عليكم اكثر مستمعين في ميد الناس اللي كتفرجوا في هذا المحتوى، ما ديرينش ابوني في هنا كيعجبك هذا المحتوى ما تنساش تنعطي واحد ابوني. شكرا على السبورت وفرجه ممتعه من الاخر. علاش حيت انا اساسا كنعمل واحد القضيه. جرب. السلام عليكم، بودكاست جديد، حلقه جديده. اليوم معنا ضيف جديد، معنا محمد. خويا محمد شكرا لك بزاف انك جيتي حضرتي معنا في هذا البودكاست. شكرا لك على الدعوه. مرحبا، الله يحفظك، شكرا بزاف. و انا ممكن تعرفنا على راسك، شكون محمد؟ محمد مسكور، 33 سنه، من مواليد تاغنيت ساغورا المغرب. حركة عادة كتعرف قريت في تاغنيت الدراسة تاعي حتى خديت السيزيام، بعد درت الباك في ورزازات، قريت في الاف بي او فاكولتي بولي ديسيبلين تاع ورزازات، درت الاي تي انفورماتيك جيستيون دونتربريز. ومن بعد جاتني واحد الفرصة باش نمشي لقطر، غادي نخدم في وزارة الداخلية. و زادك شي يعني بارازار قلت جات فرصة علاش نمشي. انا كنت كيسحاب لي قطر واش دولة واش مدينة داخل الامارات. قلت علاش لا، غادي نشوف. مشيت كنقلب، انا كنت ديجا يعني انفورماتيك كذا كنقلب، دونك هي بلاد بوحدها وشنو كيفاش داير. دونك قلت الوالدة شوفي راه غادي نمشي واحد الشهر حتى لقطر. 2011 الان مشي. قلت لي كيفاش؟ انا زعما كنت قريب تري بروش مع الوالده ديالي. قالت لي تمشي وقراي لي. قلت لها كان الصيف. قلت لها شوف غنمشي غير شهر وغادي نحسب حساباتي وغنشوف واش مخرج ولا ما خرجش. جاتك فرصه عمل يعني؟ جاك لا، هي اوبن، كانت كونترا فيها اربع سنين، ولكن انا قلت لها نمشي غير شهر وغادي نشوف، نقدر نرجع نقدر نلقى. مشيت شهر يعني اساسا انا نوعا ما بحال غير باش نرتب الاخر مع الوالده باش غير تقول لي اوكي. مشيت وكانوا الناس الدراري صحابي الكوليك ديالي، كان اللي رجعوا كان اللي باغيين يرجعوا. قلت لهم شوفوا انا الا رجعت غادي يضحكوا فيا صحابي. اوكي راه شوف ما كنرجعش لو كان سيدي اللي قدام. بديت الخدمه في وزاره الداخليه، خدمت اول حاجه تقريبا اول عام كاتب احوال. بعد خدمت كاتب الشؤون الاداريه. يعني خدمتي في الدومين ديالك اللي هو الاي تي؟ خرجت مباشره. وما لاش علاش؟ لانه كنت ذاك الوقت ذاك العام في لافاك كنت قريت الصبليونيه وشافوني اوكي هذا عنده شويه تاع لونغلي وفرنسي وصبليونيه، قالوا هذا نديروه اداري. خدمت في دونك في الاداره، ضربت هذا سميتو على اساس واحد الشيء. بديت كنفكر هذه مهمه للناس باش يعرفوها، كنقول بلاتي انا دابا وهذا الشيء من العام الاول، العام ونص الاولى دوزت في قطر. رجعت كنشوف صحابي افونساو في لي زيتود ديالهم وانا في المغرب وانا نوعا ما واقف لانه وظيفه كذا صافي كتستابيليزا. قلت واش انا هو هذا محمد اللي باغي نكون؟ قلت لا مع راسي لا صراحه ماشي هذه هي الفيرسيون ديالي. شنو غادي ندير؟ بديت كنقلب قلب كيفاش غادي نمشي، كيفاش غنقرا، كيفاش نطور راسي. هذه لقيت باللي خص لي شوا ما كاينش. كاين جورج تاون يونيفرسيتي، تكساس يونيفرسيتي، في كاتر فونديشن. هادو عاده الصالير ديالي تاع عام ما غاديش نخلص به سيمستر او الاكثر غاليين بزاف. بديت كنقلب لقيت انه كاتر يونيفرسيتي نوعا ما يعني نقدر انه بالصالير ديالي نقرا. قلت هذا هو الانفستي، حيت درت واحد الانفستيسمون واخا زعما كنت في قطر وهذا هذا دوزت عامين الاولى درت انفستيسمون، درت واحد الشركه في المغرب. اوكي
ما مشات الشركه مزيان، قلت غادي انفيستي احسن انفيستيسمون انفيستي فرنسي بعد، انا مازال صغير. قلت لك انفيستي فرنسي، مشيت سجلت. مهم كنت قاتل مع القرايه وهذا وهذا، يعني باقي خدام فول تايم جوب، فول تايم جوب هادشي ما كنهضروش عليه. كتقرا؟ كنخدم من 6 الصباح كنكون تلقاني في البيرو حتى الوحدة العشيه، وحده كنكون جايب معايا شكاره اخرى كان فيها الحوايج، كنصيفط لها سميتو بحال الشاوش كيمشي يجيبها ليا، كنبدل في البيرو، كنلبس حوايج اخرين باش انه يعني كنهز عاوتاني ثاني كارطاب من ديال موظف القرايه، طالب. كارطاب ديالي، وكنركب في الطوموبيل ديريكت لليونيفرسيتي ونبدا القرايه. بعض المرات كنسالي 8 الليل، وكندوز عاوتاني للمكتبه بعض المرات ايام الامتحان حتى 12 الليل هذا. دونك يعني ما كانتش ساهله زعما انه بيس اوف كيك ولا شي حاجه، كانت يعني فيها تماره بصح، لانه يعني فول تايم جوب فول تايم ستادين ما ساهلش، ولكن كان واحد الهدف هو اللي كيخليك داك الموتيفاسيون هذا. بديت كنقرا، كانت الامور يعني شويه صعيبه وهذا، ولكن فهمتي فاش كتكون عندك كتجرب الخدمه اصلا انت جاي طالب شويه كتولي خدام وكتشوف لونيفير كيفاش داير، تقول لا القرايه هي كلشي تما، فاش كترجع للقرايه بصح كتولي واحد اخر. غنقول لك واحد القضيه تجيك في شكال، تخيل فول تايم جوب كتسالي تمشي فول تايم ستادين، وكانوا الناس لي زيتيديون لي غير ايتيديون ما كيدير حتى شي حاجه كياخذوا 4 لي موديل، وهذا هو يعني المزيان الا بغيتي تسالي قرايتك في الوقت ديالها. في الوقت انا كنت كناخذ بعض المرات 5 6 لي موديل، واو، وكنجيب فيهم النقطه الامتياز كيسميوه بحال قلتي فيري جود او اكسيلنت، اكسيلنت فيهم. واو الحمد لله دوزت العامين، لكن كان واحد الرغبه فوالا، دوزت العامين الاولى سيليكسيونيت مشيت في واحد البرنامج تاع الخارجيه كتنظمو الخارجيه وزاره الخارجيه في المغرب تاع لي زيميغو، شاركت فيها، رجعت اختاروني في السفاره الامريكيه باش نمشي ندير واحد بحال اوستاوش بروغرام في امريكا في الجامعه تاع جو بايدن. جو بايدن تما قرا في ديلاوير، ومشيت قريت، بديت كنشوف انه من هنا جاتني واحد الفكره، علاش انا حاليا جربت شويه الجامعه الامريكيه فاش كيفاش دايره، الجامعه المغربيه، جامعه قطر، قلت انا الحلم ديالي انه خصني نقرا في جامعه غربيه نقرا فيها بروغرام كامل، ماشي غير السامر كورس ولا يعني. قلت من بعد غادي نمشي نقرا ندير ماستر على برا، وفاش غادي نتوج هذا المسار تاعي خصني نمشي نرجع للمغرب وندير فيه الدكتوراه، هذا هو الحلم ديالي، باش انه نعرف باللي راه الانسان المغربي قادر يدير هذا السيركل كامل، يبدا من المغرب ويدير قطر مثلا ولا اي دوله اخرى يعني في الشرق ويمشي للغرب ويرجع للمغرب ويكون يعني واقف. ودابا راك خدام على الدكتوراه ديالك. ودابا خدام على الدكتوراه في المغرب. مازال في المغرب مازال ما وصلناش ليها. دونك بديت هذا، مشيت لهذا، تخرجت من بامتياز ولائحه الشرف، تكرمت من 4 سنين هما الباشلور في 4 سنين. 4 سنين ديال فول تايم جوب وفول تايم ستادينغ. واو ما سهلش، صعيبه. والحمد لله تخرجت كما قلت لك بامتياز ولائحه الشرف، تكرمت من نائب امير دوله قطر، وقلت صافي انا وصلت داكشي اللي بغيت. قريت ساليت، كان بالامكان ناخذ يعني نقرا فور فري في قطر. قلت لا قرايه، باغي نمشي لشي بلاصه اخرى. مشيت وهذه مهمه باغي نوجهها للشباب المغربي، مشيت درت استقاله في الخدمه. استقاله كاع عرفتي تمام اللي كنت كنضرب في الخدمه، هذه مهمه باش يعرفوها الناس، ماشي زعما هذا كيقولوا هذا فول تايم جو. كنت كنضرب تمام حتى ولاو القطار كيقول مال هذا كيضرب التمر، واقيلا بغى باش ياخذ الجنسيه، ولكن انا كنضرب ديك التمر في الخدمه، كنخدم الخدمه اللي خدموها جوج الناس ولا ثلاثه باش نرتي الضمير ديالي با دي تو. فريمون كنت كنخدم ونقول لك واحد القضيه، ضربت الاول 3 شهور في كنت تعينت في كابيتال سيكيورتي ديبارتمنت، اول 3 شهور خديت الشهاده شكر من المدير ديالها، قالوا هذا راه تيني خدام زعما حيت درت لهم ديجيتاليزاسيون ديال شي حوايج اللي كانوا هنا كتبان ديك القرايه اللي قريت، راه اي حاجه قريتها ما عمرها كضيع. خدمت في الاداري ولكن الاي تي وهذا مازال كنخدم به. قال لي يا المدير فاش كنت الاستقاله ترفضت لي جوج المرات من بحال قلتي الشيف دو ديبارتمون، ثلاثة المرات من الديريكتور، واخر مره قال لي شوف صافي هي. قلت له شوفها بلا ما ترفضها. علاش كانوا كيرفضوا لي؟ قال لي بقى عندنا وحده وحنا محتاجين. قلت له شوف انتم محتاجيني، انا كنشوف وصلت يعني ما قدرش شي بوست احسن ما غاديش تعطوه ليا، وانا ما خصنيش نبقى في هذا البوست اللي انا فيه، انا ساليت القرايه تاعي خصني نمشي نتطور. ما حاولش يزيدوك في الصادير شويه ربما باش يخليوك. ما هما باغيين يحتفظوا بيا يعني ما يزيدوش في شي حوايج، ولكن في نفس الوقت انهم
انفيستيو فيا ولا شي حاجه، لا ولكن يستافدوا من داك الشيء ديالي. قلت لهم ما يمكنش، وكان على اساس يبلوكيني. قال لي تذكر محمد، راه غيجيك واحد النهار راه انا كنعرف الناس اللي كيمشيو للغرب، غتولي تغسل ما يعني في الريستوران باش انو باش يحطمك باش ايه. قلت لي شوف انا واخا زعما ديريكتور، ديريكتور منو يعني لواحد البوست اخر للوزير. قلت لي وانا كان انا كيقول لي محمد وانا كنقول له ابو سيف، لانه صراحه يعني حيت دوك العراك اللي بيني وبينه. واخا زعما كان واحد السيد نوعا يعني ما صعيب في المورال ديالو كيفاش يتعامل مع الناس، هو كان قطري قطري. قلت لي ابو سيف غسل الماء في لي ريستو، انا عندي واحد الهدف، الا كان هذا الشيء غير في واحد البريدج ولا واحد بيريد اوف تايم، قلت لي ما عنديش مشكل. في الاخر قلت لي غير بغيتي نتفاركم مزيانين وكتحاودوا عليه واحد السيره مزيان ونعاود عليكم واحد السيره مزيان، ما بغيتش انا راه عندي الحلم ديالي غادي نمشي فوالا. صافي شافني بحال هكا قال لي اوكي وافق على الاستقاله، ارفع على الوزير، مشات الامور استقليت. جيت لالمانيا. ولكن خلينا قبل ما نجي لالمانيا يعني خليك في قطر، انت كيفاش كانت الحياه في قطر؟ عشت فيها تقريبا 7 سنين. عموده عمر كما كيقولوا هما. عمر زعما عمر واه. في الحقيقه الحياه في قطر يعني كمغربي ما كانتش سهله. انا يعني ما كنتش كنتفرج في التلفزه بزاف، دونك داك الشيء تاع الاكسنت تاعهم ما كنفهمهاش. واساسا يعني ما كنت حتى المصريه راح تمشي للقطر تعلمت يعني شويه اللهجه. ولكن العام الاول بديت كنهضر بالقطر يعني بالخليجيه مزيان وهذا وهذا، دونك كانت واحد تعرف انه تبدل من غير هادشي، من غير كنهضروا في اللغه تقاليد وحتى من ناحيه تاع السبيريتوال عاوتاني ماشي بحال تاني مغربي، راه انسان متفرد. زيد عليها الجو براسو كان الجانب الديني تاعو مختلف، وخمس المين كتبقى راك الشخصيه المغربي كتبقى منفرده، وهما مثلا المذهب تاعهم حنا المذهب تاعنا، يعني بزاف تاع الحوايج كيختلفوا. زيد عليها عاوتاني حاجه اخرى اللي هي الجو. الجو كان عقلها لهادي. اول مره نزل في قطر كان معايا واحد صاحبي طنجاوي، فتح الباب تاع الطيران جينا نازلين وهو ضرب فينا واحد الصهد الهوميديتي، يقول لي اه واش من هذا الشيء. قلت له لا هذا غير الموتور تاع الطياره. انا بغي ما على بالي بحال حنا اساسا كان الموتور تاع الطيران ورانا، المفروض انه حتى انا غير شويه تاع نفكر غير شويه غتبان. انت كتصحاب فعليا؟ انا فعليا كنسحب واش داك الاخر داك الموتور تاع الطيران ولا كيسحب. انك جميل ورزازات فين تبان الاخر الحاره تاع ورزازات الاخر. يعني كنت نزلت علاش؟ لانه كان 10 رمضان، ما غاديش تنسى لي 10 رمضان تاريخ 11/8/2011 جاي تنطينا ديال الصيف ونازله على سميتو. دونك صراحه ما كانتش سهله، ولكن هذا هو الفريد في الشخصيه المغربيه، كتادابتا كتعلم اللغه، كتانتيغرا دغيا، تانتيغري دغيا، اندمج دغيا. ولكن يعني كيكونوا يعني ممكن نهضروا في هذا الشيء من بعد، يعني بالنسبه للجاليه بشكل عام وهذه الامور. حنا هذا هو كي مع من ناحيه السوسيولوجيات المجتمعات، واش صحيح ولا لا؟ كيقول لك الشخص المغربي الا تحط وحده كيخدم، ولا في جماعه في مجموعه ما كيخدمش وما كيكونش اكتيف. وعلى عكس الشناوه، الا حطيتي شي بوحدو ما غيتلف، ولا حطيتيه مع مجموعه ديالو كيمشيو. فيعني حنا داخل كوميونيتي يعني ممكن نهضروا في هذا الشيء يعني اكثر. فاش كنكون مثلا حنا كجاليه، حنا هادي يعني فاش كنكونوا في كوميونيتي ما كنكونوش داك اكتيف كما يرفو. هذا الشيء يعني قطر واخا كانت، ولو انه كنقول مثلا بالمقارنه مع التجارب الاخرين، قطر كتهضر يعني عاوتاني بزاف كاين لي سيميلاريتيز مع كمغربي، يعني ماشي داك كديرش داك الافورت كما قلت لك. يعني عام تقريبا انتيغريت ادابتيت يعني مشيت. ملي كتجي من واحد المغرب غادي يجي لقطر غدوز غربه وي، غتبدل بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج جداد عليك، ولكن ماشي بحال جيتي المانيا. فوالا كاين واحد الفرق كبير، كما قلت انت في عام قدرت انك تحل في اخر المطاف اللغه العربيه، ولكن اللهجه عندهم لهجه، الجو مختلف عليك، حتى الاكل ديالهم مختلف على الاكل ديالنا، ولكن كيبقى قريب شي الما واحد الاكل الالماني في الحقيقه. يعني فوالا يعني يوستاسا كما كتاكلوا على الاقل كتاكلوا كتاكلوا بصح، لانه مثلا بالنسبه للاكل الالماني الا قارنتيه بالقطر، كاينه بعدا واحد القضيه معروفه بها قطر الرايت اوف تشويسز، يعني عندك كتلقى ريستو مغربي، كتلقى هندي، كتلقى هادي، كتلقى يعني، وكاين شي حوايج دو لوكس. هذه هي الحاجه اللي مزيانه.
وعاود يعني كاين يعطي كما كنقولوا في النهايه. مثلا انا كمغربي فاش كنريح في ريستو ماشي غادي نضطر مثلا نقول ها واش حلال ولا لا، كنجي كناكل كنمشي. فهمتي بحال في المغرب اي بزاف كاين تاع الحوايج كي والحاجه اللي التجربه تاعي في المغرب اللي ممكن انا نقولها هي مساله تاع الاوبورتونيتي الفرصه الفرص بالضبط. بالمقارنه مثلا مع الغرب، الغرب وصل واحد النيفو تاع ممكن نقول ساتوراسيون يعني ديفلوب دو هذا. قطر نضج، قطر كاينه فرصه، مازال داكشي فياج فهمتيني، مازال تقدر. هذا هو يعني، وانا اللي كنصح به حتى الشعب المغربي اللي كيمشي مثلا لدول الخليج، راه هذوك المجتمعات مازال نوعا ما فياج، مازال كيعطوك الفرصه اكونديسيون خدم ضرب لك تماره، يكون عندك هدف تقدر انه تقطع داك الشيء داك لي فور. انا بصراحه هكا كنحس بها، لي فور اللي كنت كندير في قطر، كنقرا فول تايم جوب فول تايم ستادين، كندير السوشيال اكتيفيتيز ولا الفالنتيرين في الويكاند ديالي، هذا الشيء وكنحس براسي بلي فور اللي كندير حاليا بحال كندير داك الوقت 80%. في المانيا يعني كنقرا كنخدم اوكي، كاين دوطغ ريسبونسابيلتي، ولكن لي زاكتيفيتي كنحس تضربت في لي زاكتيفيتي، ماشي اكتيف كيما قطر. كنحس حتى في القرايه تاعي مقصر حاليا فهمتيني، يعني بزاف عندك لي فور اللي كدير في دول الخليج. يعني هادشي علاش الانسان الا مشى تما يدير لي فور مزيان، يخدم، يكون عنده هدف، كان غادي يوصل. ومني جيت في قطر شنو هما اكثر اكبر تحدي واجهتيها كواحد مغربي جاي لقطر؟ في قطر قصدك ولا في قطر؟ في قطر، خلينا في قطر. اكبر تحدي واجهتي؟ نقدر نقول لك التحدي هو في نقدر نقول لك هو تخرج من الكوفورت زون ديالك. خدمني وقت تقريبا واحد العامين تقريبا باش انه غادي ناخذ بعض القرارات، لانه فاش كتمشي مثلا تقول انا باغي نقرا، راه انفستمنت ات كوست حتى هي في صحتك وقتك فلوسك، لان ماشي القرارات ما ماشي فور فري. يعني بزاف تاع الحوايج يعني باش انه تاخذ هذا القرار وتخرج من الكومفورت زون ديالك. ثاني حاجه غير باش تحد راسك وتبقى، لانه خرجتي من واحد الكومفورت زون انت في المغرب وكتنوض كتلقى الوالد ديالك حط لك قهوه ديالك وتمشي تقرا الجامعه فور فري، وممكن تاخذ حتى لابورس عايش مع والدي في الدار. كناخذ البيس كنمشي لليونيفرسيتي وصحابي والنيتورك اللي درات وهذا شي كم كتحطو كتبدا من جديد. هاد الاخر تخرج من هاد الكومفورت زون هو اكبر تحدي، والانسان تبني حياه جديده من الزيرو. ولكن الانسان فاش كيدوز من هاد التجارب كيتقوى. احنا كنحسوا انه سميتو النيتورك ديالنا مشى مثلا في المغرب، لا ما مشاش مازال داك النيتورك اللي قوي، العلاقات اللي قويه مع الناس هذا مازالين حيين. نفس الشيء حتى مثلا فاش درت ترانزيسيون عيطت لالمانيا، مازال نيتورك في قطر. واخا في واحد الوقت انا كنشوف كنقول بنيت حياتي في قطر، النيتورك مع هذا ومع هذا، يعني عندي نيتورك مزيان وغادي في قرايتي مزيان وفي الخدمه مزيان، كيسحب لي داك الشيء كامل بحال اللي ضربته في الزيرو. لا كلشي كيبقى ان سيغتان جور كتحتاج شي حاجه كتقول طن كتلقى عندك واحد نيتورك نوليدج اخذ داك الشيء كامل، التجارب هذوك التجارب كلهم بقاو. هذا هو التحدي، انه باش تاخذ هذه القرارات باش انه دير الترانزيسيون عاده كيكون صعيب، ولكن لونزيك كما كيقولوا الالمان لونزيك يعني كتستحق التجربه انها تعيش. بالنسبه للقطريين صراحه كيفاش كشعب كيفاش كان التعامل ديالهم معك؟ في الحقيقه يعني بشكل عام يعني القطريين نوعا ما بحال كيصنفوا ماشي القطري الخليجيين كيصنفوا المجتمعات. كنت نقول لك مثلا الغربي بشكل عام مثلا جاي من كندا امريكا الماني، هذا كيتشاف على اساس انه انسان متطور وهذا وهذا وهذا، او كيجيو من بعدهم مثلا كيقولوا مثلا الجنسيات العربيه وهذا. يعني بحال قلتي بيان سور قبل منهم القطريين، لانه يعني شيء كيشوفوا راسهم انه يعني كيعطوا اعتبار لراسهم قيمه لراسهم، يعني كثر الغرب قيمه قبل راسهم. يا بالضبط، يعني لانه الغربي لانه الغرب كيشوف الغرب متحضر، كما مثلا في الحضاره الاسلاميه فاش كانت الحضاره الاسلاميه متفوقه، وكيشوفوا مثلا كيمشيو يصيفطوا ولادهم لفاس يقراو فاس الغربيين مثلا بحال هذا الشكل. ومن بعدها من بعدها الرتبه الثالثه مثلا كيكونوا مثلا الجنسيات العربيه
هكا كيشوفوا، ولكن يعني اللي كيكون شوية صعيب هما مثلا اللي جايين من جنسيات آسيوية، وفي بعض الأحيان حتى الأفريقية. نوع الخدم اللي كيخدموا، لي زاكتيفيتي اللي كيديروا، لي صالير اللي كياخدوا، حتى لي صالير على حسب الناسيوناليتي بارفوا، تي هاد الحوايج كامل يعني كنا كيكونوا نقدر نقولوا كنا عنصرية في السيستم. نوعا ما تقدر تقول. لانه حتى العنصريه والمساواه، حتى في الا قريت على جون جاك روسو راه كتلقى كيفاش كيشوف المساواه في ذاك الزمان ديالو بواحد الطريقه اللي تقولش هذه المساواه، حتى الشخص على حسب لا جيوغرافي تاعو كيفاش كيمشوف، تقول لك ولد هو في البلاد وكذا. السيستم اصلا. فوالا فوالا لكن انت واحد كمغربي جاي يقرا عنده شواهد دراسية، واحد تخيل مع واحد من المغربي جاي قاري من المغرب جاي لقطر ولا دول خارجية يخدم، واش كتظن نفس واحد المغربي غادي يجي ما قاريش ما عندوش ديبلوم غادي يجي يخدم في الجاسترونومي؟ واش كتظن هذا هو يكون نفس التعامل؟ طبعا ماشي نفس الاخر طبعا نهائيا. هادشي علاش الانسان يعني حتى في المغرب انفيستي حاليا، وخاصه حاليا مع هاد الويف ديال اللي كاين، انه الشواهد ما بقاوش واكلين، وانه الدراسة القرايه ضروريه. انا كنشوفها ضروريه، راه كيمشي الانسان تما وشفت التجارب. كطلعت هي هذيك كلاتيك صح، تي شفت التجارب تاع ناس ما قارينش، كيتمحنوا كيتكرفصوا، يقدر يكونوا دي زيكسيبسيون. واحد عنده واحد الكاريزما، ولا عنده واحد الفيجن كيمشيو اللي خدم مثلا يخدم كامل. انا كنعرف واحد يعني كنظن عنده الباك، يمكن كان جات ما تكرفص، ولكن كان عنده في دي مثلا الديزاين انتيريور تبارك الله يعني، وبدا كيديفلوبي راه شحال خدا ليه تاع الوقت. واحد شويه ولا بدا مع واحد كيخدم بحال قلتي فريلانس، واحد شويه بدا حتى ولا دار شركه ديالو وخدم مزيان. ولكن كنظن هذا السيد هذا مثلا لو انه عنده ليسبري تاع لونتربرونيا وقاري، عنده شواهد، راه يمشي يخدم مع شي شركه زوينه من الاول، صالير مزيان، وهذا واحد شويه يدي كري سوسيتي ديالو، هو ديجا ما عياش في الطريق، ما كلاش تماره، كري سوسيتي تاع ديزاين انتيريو، غادي حتى ديك الشركه كيفاش عاوتاني غادي ديفلوبيها تخدم او نيفو ناسيونال تما او لا حتى انترناسيونال، علاش لا؟ يعني فهمتيني؟ كتسهل عليك الطريق بالضبط. القرايه كتعاونك بزاف تاع الحوايج. انا هادشي كنشوف حقيقه عند دول الخليج. اوكي يعني واخا هما يعني كيكونوا فرص حتى بالنسبه للناس اللي ما قاريينش الكاسترونومي وبزاف تاع الحوايج اخرين، ولكن الانسان باش كيكون قاري يعني كتفرق بزاف. وي صراحه عندك القدر ان هذا الويف تاع مؤخرا ان القرايه مابقاش مهمه، الانسان يخرج ويدير شي مشروع ديالو الى اخره، لان كتبقى اسرع وسيله ولا طريقه باش دير الفلوس هي القرايه. نقول لك واحد القضيه حتى مؤخرا وليت كنامن بها، بعض الاحيان كيقول لك هذاك ناسيوناليتي كذا، لا كاين جوج الحوايج اللي كيكلاسيفيو بغض النظر، يعني ما كنهضروش مثلا على الدوله القويه والدوله الضعيفه ولا الدوله هذه، حتى الا خدينا هذا الشيء بعض الاحيان الباسبور ديالك كيعاونك. الحاجه الاخرى الشهاده ديالك، تجي من موزمبيق ولا من اثيوبيا وعندك دكتوراه مثلا في شي تخصص مزيان ولا هذا، عارف حد ذاته راه جواز، هذاك الشهاده اللي عندك راه جواز، تقدر تصيفطك للكون فهمتيني. يعني فين ما بغيتي تمشي لامريكا تخدم بباسبور اللي عندك، ولكن بديك الشهاده لانه كتعطيك كتعطيك قيمه الشهاده اللي عندك. الشيء علاش راه جوج الجوازات اللي كاين، جواز السفر باش كنسافروا، وجواز اللي كتاخذ من الشواهد ديالك. الشيء علاش ما خص نهائيا الاستهانه بالدراسه وبالتعليم، لان مؤخرا الناس ولات كتركز بزاف على الفلوس. صحيح صحيح. يعني انا هو كيبقى في اخر المطاف شنو هو الهدف ديالك في الحياه، شنو باغي في هذه الحياه هكذا، لا يعني انك ما باش انا كنظن ما عرفتش الا قريتي تقدر دير الفلوس، لان ديجا القرايه ديجا كتسهل نقص عليك بزاف الحوايج، بحال دابا انت غادي تبدا دير مشروع خصك لغه، فوالا اهم حاجه ابسط حاجه، وانت ما قاريش اللغه كيف غتبدا في هذا المشروع؟ المهم هذا الموضوع نقدر نخلوه بوحدو. حيما دابا شي واحد كيشوف فينا جاتو فرصه يمشي لقطر، شنو تنصحو؟ ولا دول الخارج، حتى في دول الخارج باش هو يمشي على حساب العمر طبعا. يعني اذا كان مازال صغير انا كنصح في اي دوله اخرى ماشي غير في قطر انه انفيستي في راسو، يتعلم 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 يتعلم، يزيد شواهد اخرى ويركز، ما يكونش باش يركز على الهدف ديالو، يركز على حتى داكشي اللي كيدير يكون يعني غادي ان لاين، يعني ما يمشي ندير مثلا شهاده في الفوتوغرافي وندير في وحده في لا دونس وندير وحده مثلا نكون داكشي، ومثلا في الاي تي نكون مثلا خدام في واحد الدومين، او لا حتى الا باغي نبدل الدومين نكون مركز، الا كنت كنشونجي نكون لي فور ديالي مركز في واحد الاتجاه، وانفيست بالضبط،
انفيستي الانسان في راسو الى مازال صغير، انفيستي في راسو الى انفيستي في راسو. كتقول انفيستيراسيون كتقصد بها بالضبط؟ كنقصد بها تطوير ديفلوبمون بيرسونيل، يطور راسو، يطور المدارك ديالو، يطور النيتورك ديالو، يطور حتى لقرا الى ما قراش مزيان مثلا يمشي يقرا، واخا مثلا يهز داك الصالي ويحطو في القرا ماشي مشكل، قرا طور راسك ان سيغتان جو غادي تلقى راسك، حيت الانفستيسمون اللي ما فيهش الخساره نهائيا هو التطوير الذاتي، دائما كيبقى معك داك الشيء حتى تموت. الا طورتي راسك فهذا هو. والانسان يكون عنده حتى تارجت، يكون عنده تارجت، يعني ماشي غير انا وصلت مثلا القطر، انا وصلت للهدف ديالي او لا صافي نبقى غير عايش، لا يكون عندي هدف. وهاد الجوج الحوايج يقدر يعني هما اللي ممكن ان نركز عليهم لاي واحد مشى تما. الا كانت اختلاف الاعمار، اختلاف يعني كيفاش كيكلاسيفي الانسان راسو بحكم الشواهد وبزاف تاع الحوايج. الا مثلا وصل ان سيغتان ناج وما كيشوفش راسو انه باغي انفيستي في راسو يقرا، يمشي انه انفيستي في دوطخ شوز. دول انا بصراحه كنت كنامن بهاد النقطه هادي فاش كنت في قطر ودول الخليج كلهم، كنامن وكنقول لاصحابي نقول لهم شتي حنا في واحد البريدج، قطر اتس بريدج غادي وانت غادي كتمشي واحد النهار غادي يسالي البريدج فين غتمشي، يعني حدد لراسك. دول الخليج هكا دايرين لانه باش انك تستقر فيهم وتعيش فيهم وتكون راسك وتكون يعني اسره ديالك تما صعيب صعيب. وشو هنا الانسان خصو يشوف البريدج ديالو فين باغي يخرجو ونخليها مفتوحه بحال هكا. كنت انت مشيتي لقطر هكا، واش كنتي ملي عشتي في قطر في السنوات الاولى واش كنتي عارف راسك اوكي هذا القطر بالنسبه لي غير طريق انا خصني واحد النهار نخرج، ولا كنتي كتقول سافر انا نستقر؟ واش من ديبار كنتي عارف ان القطر غير بريدج غير طريق، ولا مع الوقت؟ في الحقيقه بحكم الخدمه ديالي، بحكم بزاف ديال الحوايج، بحكم التجارب، يعني كنت كنشوف واحد كان سابقني كوليك ديالي في الخدمه من جنسيه اخرى، يعني كان هو من 96 خدام في الديبارتمون اللي خدام فيها، وكان كنشوف يعني تجارب. نقدر نقول لك في العام ونص عامين الاولى وصلت لهاد الاخر انه الاستنتاج انه هذا بريدج، يعني خصني نوجد راسي. اوكي مزيان. كيف جاتك الفكره تاع المانيا؟ يعني هنا فكره تاع المانيا هي غادي يشوفوها الناس عبطيه شي شويه، لان انا قبل في 2016 كنت مشيت لامريكا، درت واحد مي بي اس ال بي ستودنت ليدرز بروغرام، ميدل ايست بارتنرشيب انيشيتيف ستودنت ليدرز بروغرام، درته في اليونيفرسيتي تاع ديلاوار. وكنت في نفس الوقت يعني كنشوف فين غادي، لانه قريت حتى الجابونيه في جامعه قطر. قريت الجابونيه قريتها واحد 6 شهور. وكنت كنقول واش غنمشي ندير ماستر تاعي، حيت كانت عندي الفكره في الجابون. وكنشوف يعني على حسب التخصص كنقول واش هادي شنو اللي تركب كما كيقولوا، يعني ماشي غنطلع شي بحال هكا ترسم شي طابلو واش ندير شي حاجه بحال هاد اللوحات شي حاجه اللي تجي في متي متناسقه. نمشي للجابون غنقرا العلوم السياسيه ولا الانترناشونال ريليشنز في الجابون، ما عندها حتى شي معنى بحكم التوجه تاع الدوله. هذا كنقول امريكا واعر فيها التخصص، ولكن كنشوف انا باغي نمشي لشي بلاد اللي نقدر نستقر فيها ولو لمده من الوقت. كنقول فاش شفت امريكا وعاود ترجعت عاوتاني، رجعت لها 2018 قبل ما كنتي قطر، باش انه نشوف واش القرار اللي غادي ناخذ واش صحيح. فكرت في كندا وحاجه اخرى، الانسان فاش بغى ياخذ قرار يسول، يدرس القرار تاعو ويسول الناس. انا كان عندي بروفيسور دكتور ابراهيم السعيد الله يذكره بخير، مغربي كندي تبارك الله ناضي. كان فهمتيني كنقول له دكتور شنو انا باغي ناخذ هذا القرار كندا شنو شنو شنو، حتى وصلت لهادي انا خارج من واحد البلاد كتوصل 60 درجه في الحراره وممكن اكثر، ومشات البلاد عاوتاني بارده ناقص 25 ناقص 30 صعيبه، يكون واحد شوك الاكستريم شي شويه ثاني صعيب. وحتى لا ديستونس مع المغرب، انا اللي بزاف بالمغرب كنبغي نمشي ونجي، ما 8 السوايع 9 السوايع في الطياره صعيبه عليا تبقى تما. اوكي درتها واحد البيريود اوف تايم في قطر، ما غاديش نقدر نديرها لمدى الحياه. قلت امريكا ما خدامش ليا، لانه شفت الناس كيفاش كيعيشوا الكابيتاليزم المتوحش. بالضبط راسمالي متوحشه بالضبط. الويلفير ستيت ما كايناش، قلت ما خدامش ليا. كندا مزيانه يعني بديت كنحسب واحد شويه. قلت غادي ندير يمكن اوتريخت يونيفرسيتي، درت اوتريخت، بديت حتى هي لابليكاسيون تاع الاخر. واحد اللحظه قلت اوتريخت لا ما خدامش ليا، انا غادي البروغرام فيه عام ونص،
انا يلا وصلت لبلاد جديده، لغه جديده، وهادو هادو هادي مازال ما تانتيغري، تنقى سي تخرجت، غادي نخرج لواحد المجتمع مازال ما عرفوش الكتله. وهذا هو يعني هنا كتجي العبطيه، كنقول اوكي ولا المانيا، قلت اوكي غنجرب المانيا. جامعه وحده لاش دفعت، جامعه تاع كلن وحيده، قديت لابليكاسيون تاعي وقلت اوكي غادي تقبلني هادي وغادي نمشي. وبالفعل قبلتني، ومن هنا جات فدرت الماستر تاعي في العلوم السياسيه في جامعه تاع كلن. وما كانش ما كانش ساعة قرار صعيب أنك بنيتي حياتك في المغرب وخليتي كلشي موراك وجيتي لقطر عشتي فيها 7 سنين وبنيتي حياتك عاوتاني كاملة، تستابيليزيتي، قريتي، خدمتي، ودابا خصك باغي تبدا تالت مرة أنك تبدا من الزيرو تبني. ماشي من الزيرو، صعيب تقول من الزيرو، ولكن تبدا تبني واحد الحياة جديدة. صحيح. يعني كانت عندك ألمانيا، كان عندك في الأول الأمريكان وكندا، هما اللي كانوا تقريبا اللي كنت كتفكر فيهم. واحد شويه طلعت لك المانيا من الجنب صحيح وقررت انك تجي المانيا. صحيح. وكتكون انفيستيتي في اللغة، يعني تعلمتي فرنسي مثلا، تعلمتي انجلي، واحد شوية كتجي لألمانيا، يعني صراحة صعيبة. ولكن كما قلت لك يعني كنشوف عاوتاني، انا كنشوف المدى البعيد، يعني كنقيس المدى البعيد، كنقول لونج تيرم. مثلا لونج تيرم مثلا. واش وانا نوعا ما بديت كنوصل لان سيغتان ناج اللي كنقول اوكي مثلا عشت، ولكن مثلا فاش واحد النهار غادي نبقى نبني فامي، واش نبغي نبني حياتي كوم فامي في امريكا؟ قلت لا. كندا لاسباب هادي وهادي، دونك لا. داكشي علاش اختاريت المانيا؟ لعده اسباب. مثلا كنشوف حتى انا كمغربي كمسلم كنشوف يعني الراي تاع الالمان كيفاش كيشوفوا الاسلام، طريقه تاع التفكير تاعهم، كيقول لك كيفاش كيشوفوا مثلا الامريكا، امريكان دريم. المانيا شنو كيقولوا عليها؟ لاند اوف ايدياز، بلاد تاع الافكار. وحنا اساسا كالمانيا تربت فينا من الصغر، يعني من الحرب العالميه وهذو، كتجي الفلسفه كتشوف غالبيه الفلاسفه من المانيا، فرويد، يعني المانيا والنمسا. أقرب لك من بالضبط الأمريكان. بالضبط. أوكي. فهاد الشيء علاش قلت المانيا ما كانتش سهله كما قلت، يعني كتبدا اوكي هادشي كامل تجارب يعني عاشها الانسان، خلاها كيستافد منها، نيتورك مازال عندك وهذا وهذا، ولكن كتكون صحيح صعيب، وخاصة في السنوات الاولى. انا السنوات الاولى واللي كنت كنقرا فيهم ما كانوش ساهلين، لانه كتحس عايزين براسك انت من القطاع الألمانية قراية. قراية، يعني كتحس براسك واساسا غير لو في هذيك واحد ما عرف واش كاينه في علم النفس ولا لا، ولا خصهم يزيدوها، هذيك الشوك اللي كتجيك ولا لا كريز اللي كتجيك من بعد ما كتستقل من الخدمه ديالك، غير هذيك بحد ذاتها كانت صعبه. انا استقلت في الخدمه وبديت القرايه وفي بلاد جديده وهذا، يعني كتخلي داك كنت قلتها لواحد لامي ديالي، وقلتها لاختها، واختها كتعرفني، اختها دكتوره تاع الدماغ والاعصاب، قلت لها غادي يخرج من قطر واللوكسوس وهذا وهذا ويمشي لالمانيا، غادي يخرج على راسه. تخيل كتسمع هذا الشيء كامل يعني كتسمع غير السلبية تحجم. فوالا. ولكن فريمون كنقول لا، شوف ما نكذبش عليك، وبعض اللحظات كتوصل لواحد النيفو تاع الايزيتيشن، يعني كتقول واش، ولكن كنقول واش انا القرار اللي خديت نهار غادي نجي لهاد البلاد واش صحيح؟ واش كنت كنقنع راسي؟ ماشي كنقنع راسي باش نقنع راسي، نقول القرار خديته عن اقتناع ولينيرجي. انا حاليا في موقف ضعف، ايتوديون دورة وكذا، انا حاليا في موقف ضعف، واللي نهار خديت هذا القرار خديته في موقف قوة، وكان فكر كامل الطاقة ديالي، ودرست جميع المواقف واللي سيناريو وهادي وهادي، راه شي حوايج لو اني قلتها لك كيفاش وجدت ترانزيسيون لألمانيا غتضحك. راه ضربت الحوايج حيت عارف صعيبة الحياة وهذا وهذا، ضربت الحوايج حتى من شنو غادي نبقى نلبس لمدة عامين تاع الماستر ديالي، واو. كالكوليت كل، نقول لا لا شوف هاد ليزيتيشن اللي كاين حاليا ما كان الإنسان يخليها أبار. داك الوقيته اللي خديت هاد القرار خديته كان مرسوم عن قناعة بدقة وعن وعي. بالضبط، دونك خصني نكمل في هاد الطريق. بامال فوا كتوصلني هاد الفكرة تاع أنه شك واش شك شك واش حيت صعيب كدوس بظروف مادية وزيد زيد من ذاك نيتورك الظروف تاع المادية اللي كدوز من كدوز من أصعب ظروف، شنو كان كيخليك فعليا كيعطيك ذاك انرجي. الإنرجي وحتى ذاك الهوب؟ ملي كنتي كتجيب ذاك الهوب ذاك الإنرجي ملي كتكون كما صافي قلت لك هذا كان حيت شفت هذيك الواي ديالك اللي علاش جيتي؟ كنقول انا ذاك سميتو. ثاني حاجة
تاني حاجه كنت تفكر واحد الكوليك ديالي قطري كنقول ليه شوف شتي هاد البلاد اللي تعلم فيها البلاد اللي غتمشي ليها الا اشتغلتي غادي كيقدروا الخدمه، حيت هو كان جامع باه حنا واحد الوقت باه يعني كانت عنده عمليه جراحيه ودوز فيها شي عام وشهاده والتعرف على المجتمع كتشوف هاد الشيء. تاني حاجه عندك واحد الهدف، كنقول انا عندي هدف كما قلت لك في الاول حنا ما كنرجعوش للور، وقف في بلاصتك تقدر تدوخ توقف في بلاصتك شي شويه ولكن كتكمل محتاج تغطيه تحل قدام. فوالا طيح لقدام ما طيحش للور. فكان هذا هو السبب كنقول يعني راه انا في الطريق الصحيح. وبالعكس يعني حتى كنشوف الافريج الماستر تاع البوليتيكال ساينس في يونيفرسيتي تاع كل كيساليو في 3 سنين، وكانوا انا كنت غطيت واحد السيمستر الاولى بحكم يعني اجراءات في الاول وهذا وما ركنتش الكره وهذا، وساليت قبل من النيرتس ديال الديبارتمنت اللي كانوا النيرتس اللي كانوا سابقيني. شنو واحد الرغبه ما يمكنش. كان عقل واحد السيمستر ماشي سيمستر اللي خديت سيمستر ونص يعني تقريبا، وتلاقيت مع كورونا وقت تاع كورونا، ولكن كما قلت لك يعني كان واحد الهدف، ولكن هذه مزيانه. انا ساليت البروغرام ديالي في عامين ونص والافريج هو 3 سنين، ولكن النصيحه اللي انا نعطي للناس اللي كيجيو يقراو في المانيا ما يزربوش خاصة إذا كانوا صغار. تيك إت إيزي. خد راحتك، بروجرام فيها 4 سنين، خد فيها مسخوت الوالدين 6 سنين أقل حاجة. بالصح. علاش؟ ولكن ماشي الإنسان عاوتاني يكون طايش. أنا كنقول هذا الشيء. يعني واحد جاي يقرأ البيتشلر في عمره 20 عام جاي ألمانيا الله تحتفظ. خد 6 سنين. علاش ما بارك ياخذ الوقت؟ خد 6 سنين دير أوسطاوش. أوسطاوش، أوكي. هذاك البرامج التبادل اللي كيديروا مثلا إيراسموس موندوس مثلا. دير. دير واحد السيمستر خذوا بريك. سير دير لك براكتيكوم ترينشيب في شي شركه شي منظمه شي ولا دير ورك اواي شي 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 شدو شي امريكان واحد الشهر دير بوز كما كيقولوا دير بوز سير. هاد الامور مهمه والانسان انا الصراحه انا كنت واحد اللحظه وعندي زعما صاحبي قس في الكنيسه في كل كان مع العلم هو ما كيبغيش حيت هو عزيز عليه مغرب مغاربه وهذا ما كيبغيش يدخل معايا في الامور الدينيه، ولكن بقى نبش معاه. قريت هذه في واحد الكوتي هذه الروايه تاع حسن اوريد روى امك الا سمعتيها روى امك تاع الدكتور حسن اوريد. قال لك فاش مشى لامريكا وهو كان دبلوماسي تما مشى تذكر ايام نابليون فاش مشى نابليون لمصر قال لهم باش تعلموا اللغه تاع هاد الناس سيروا للازهر سيروا لدوك بويوت الدين شنو كيقولوا يعني بحال قلتي بحال بويوت الدينيه اللي هي كنيسه او مسجد او هذا قال لهم سيروا تما تعلموا، وبالفعل هذوك الاخر تاعو اللي صيفط تما تعلموا اللغه العربيه فصحى. والدكتور حسن ويد داهيه نابغه فاش مشى لامريكا هو كان فرانكوفون خصو يتعلم لانه في امريكا خصو يتعلم في غادي يتعلم تواك لا كيهضر بلونجلي مزيان فين مشى للكنيسه كيشوف كيفاش حيت هادوك الناس تاع الدين كيهضروا باللغه بغض النظر على اي دين ولا هذا ولا الجنسيه كيهضروا باللغه كما يجب. انا صراحه هذه هي الفكره اللي كانت عندي قلت صاحبي هذا جوزيف غادي نحاول انه تعاشر معاه نمشي معاه للكنيسه، وبالفعل هو ما كانش كيبغي ولكن انا تعرفت على واحد الكنيسه اخرى كانت تواصل معايا واحد من كان شاف واحد ستاتيو تاعي في الامم المتحده وهذا، ومهم في الاخر هما كيحاولوا انه يقنعوك ولكن فاش كيكون يعني انت عارف راسك مزيان اللي مهمه الهويه المغربيه كتكون عارف راسك يعني كتسمع لكل شيء ولكن انت راك عارف راسك مزيان. هاد الامور هي اللي كنقول زعما انه الانسان يعيش في اوروبا خصك حيت هي فاش كيجي الانسان كيبعد على والديه ما كاينش الوالدين ما كاينش الكونترول كيكون اللي كيجي لألمانيا خصوصا انت جيتي تقريبا شأن ما ناضج 19 اللي كيجيو 20 19 كيجي كيلقى ما كاينش الكونترول تاع الوالدين تاع الحي ديالك تاع هذا وتاع هذا كاينش الكونترول كيمشي مع الموجه. العكس حتى لو مشكله الحين كذا الناس في المغرب كان اوفر كنترول ممكن كيجي هناك تلقى الحريه تامه كيتلف من الاكستريم للاكستريم. فوالا هادو هما الحوايج اللي كانوا زعما الناس في المانيا ردوا لهم او لا الدول الغربيه ردوا منهم البال، ولكن ياخذوا الامور البروغرام تاعهم كما قلت لك فيها 4 سنين ياخذوا فيها 6 سنين انتيغرا شوف الناس كيفاش كيعيشوا شوف الناس كيفاش كياكلوا شوف
فهمتي حيت هذه ماشي انتيغراسيون غادي نرجعوا لها. هاد الربع سنين ولا يدير هو فيها 6 سنين، هذيك 6 عامين اللي زاد راه دير واحد الانفستمنت باش تعرف على هذا المجتمع كيفاش كيفكروا، كيفاش الماضي ديالهم، الحاضر ديالهم، الثقافه ديالهم، هاد الامور كامل بحال دير واحد الانفستمنت. راه غير بروغرام في الجامعه، بروغرام اون باراليل مثلا في اوستا واش اولا هذا ولا هذا. انا كان ادي نصيحه زعما للطلاب اللي كيجيو انه يعطيو الوقت لراح دراسهم ويتعلموا. انت قريتي بالالماني ولا باللونجلي؟ انا قريت باللونجلي. يعني ما كانش طلبوا لك اللغه الالمانيه من جديك؟ انا لانه كنت قدمت من قطر دونك ما كانش الالمانيه مطلوبه، ما طلبوش ليا الالمانيه. وهذا خطا واحد اخر اللي كنت كنقول يا ربي لو تمنيت انه شي واحد اللي كان عنده بحال هذا البودكاست يقول بحال هذه الهضره يقول لك اقرا الالمانيه قبل ما تجي. اقرا الالمانيه قبل ما تجي تمنيت وي وصلت. راك عارف فاش كتوصل هنا بزيرو المانيه؟ مشيت لاوسلاندا بها هذاك نقول لها انا درت ترجمت واحد الاخر في جوجل وحفظتها. انا راه ما كنهضرش بالانجليش، بقى كاين دويتش كان يخوف او في انجليش كنهضر معاك كدير فيها، وكنبدا معاها بالانجلي كنقول لها اي دونت سبيك جيرمان اي نيد ذيس اي نيد ذات. كنت بقى تهضر معايا بالالمانيه. انا ما كنفهمش اي والله الالمانيه انت كتهضري معايا بحال هكا بهاد الزربه. دونك الانسان انا كنصح حتى الانسان بغا يجي بروغرام اونجلي مينيموم خذ لك بي اينس في المغرب. بي اينس بي اينس الا قدرتي اكثر خذ اكثر. انا كنقول لك مينيموم مينيموم. ما قلت لي تمنيتي لو ان كان شي بودكاست بحال هذا، ولا تمنيتي انك تعرف شي حوايج قبل ما تجي المانيا؟ شو من حوايج اللي فعليا كتمنى الناس اللي كتفرجوا فينا دابا يعرفوها قبل ما يجوا المانيا باش تسهل عليهم الحياه في المانيا؟ اول حاجه خطه. انا ما نكذبش عليك خطة. يعني انا يعني هذه الامور يعني فريق كنقولها يعني لاول مره يمكن للعالم انه 2014 درت واحد الخطه تاع 15 عام. 15 عام درت 3 سنين 5 سنين 10 سنين 15. واو. فيها بزاف تاع الحوايج، فيها حتى مشروع الدكتوراه، فيها يعني انا فين باغي ندير الدكتوراه، درت لغه، درت غادي للاسف يعني درت باغي نتقن مثلا الامازيغيه كتابه وتحدثا، ما وصلتش لهذا الهدف. درت اللغه العربيه ما عنديش فيها مشكل، درت الفرنسي مشات ليا بحكم عدد تاع السنين، درت لغه انجلي خلاص ما عنديش فيها مشكل، درت لغه اجنبيه حيت كنت كنفكر في الصبليوني عاود نرجع ليها في ايام قطر، اولا الجابونيه اللي عاد كنت كنقرا تما وخليت أو يعني ما درتهاش. درت اونتر بارونتيز لغه اجنبيه جديده، درت اونتر بارونتيز الاسبانيه اليابانيه وثلاث نقاط حذف، وهاد الثلاث نقاط حذف هي الالمانيه. كانت عندي واحد الخطه ولو انه غير يعني ماشي سبيسيفيك لانه مازال ما عرفتش واش غادي نجي لالمانيا. اش كنقول اول نقطه تكون عندك خطه. خطط اخ كيفاش انسان يقدر يخطط 15 عام؟ ماشي انا ما نقولش لهم يخططوا 15 عام. انا مثلا جاي اوس بيلدون عندي 3 سنين اولا باشلو عندي فيها 4 سنين ندير واحد الخطه تاع 4 سنين ندير مثلا اوس بيلدون ندير واحد الخطه تاع 5 سنين ندير واحد الا جاي مثلا باشلر اولا ماستر ندير واحد الخطه تاع 8 سنين. انا غنسالي البروغرام ديالي شنو باغي ندير شنو باغي ندير الخطه تاعي من بعدها من بعدها مابقاش حتى كتخبط لي حيت هادو معالم الطريق. هادو معالم الطريق حتى الا خرجتي على الطريق ديفيت ولا شي حاجه ديما كترجع. فوالا عندك فوالا انا غندوز على هادو معالم الطريق مهمه. دير الانسان خطه مش دوما مي في ميد الخطه تكون 100% راه ماشي 100% ولكن على الاقل 15 مثلا شويه على 15 عام راه كان فيها اهداف عامه. ولكن الا جيتي ل 10 سنين كنحاول ان نكون دقيق فيها. الا جيتي ل 10 ل 5 سنين ادق اكثر 3 سنين واضحه لي من هنا 3 سنين اش كنقولها مثلا الانسان حتى وانا ولو انا مثلا في المغرب حاليا باغي نمشي لالمانيا على مثلا العام الجاي نمشي لالمانيا غنقول العالم هذه الخطه تاع العام الاول باغي نسالي البيت سواي سميتو مثلا النيتورك تاعي نبدا نيتورك في المانيا وانا في المغرب مثلا نبدا نقرا على المانيا على المانيا الثقافه ديال الالمان بالضبط نبدا حتى النيتورك ديالي نعيش في المانيا ربما فوالا بالضبط بحال اللي كنعيش في المانيا وفي نفس الوقت نعيش حتى في المغرب باش الشخصيه تاعي تكون مزيان ونكون قوي نهار نمشي لالمانيا عارف انا سترونغ مروكان وانا في المانيا عندي واحد الخطه تاعك وانا في المانيا في المغرب كنقول اوكي غادي العام الجاي نمشي لالمانيا بروغرام مثلا ندير اوس بيلدونغ 3 سنين غادي نسالي بروغرام تاعي في 3 سنين
قولوا 3 سنين ونص، خلو شويه تاع الاخر ولا 4 سنين، من بعد شنو باغي ندير؟ مثلا نقولوا حنا كوخ، جاي كوخ ياك في الريستوراسيون، غادي ندير مثلا واحد 4 سنين، غادي نسالي الاوس بيلدونغ ديالي، غادي نخدم 5 سنين بزاف. كي الاوس بيلدونغ التمريض ربما اولا التمريض ناخذ مثلا التمريض، نعطيو مثال التمريض مزيان، نمشي مع التمريض. غادي مثلا ندير مثلا ساليت الاوس بيلدونغ ديالي في التمريض وخدمت، في الوقت تاع الخدمه نتعرف على المجتمع اكثر، نتعرف على لونتربرونيا كيفاش نديفلوبي راسي في هذا الاخر. مثلا كيكونوا شركات كيوفروا خدمات تمريضيه في المانيا، فكرا علاش ما نديرش سوسيتي اللي كتوفر خدمات تمريضيه، لانه انا بالبيئه جاي من التمريض ودير اوس بين ودرت هادشي، وندير مثلا شركه اللي كتوفر هادشي. هذه راه غير ندير، يعني راه ماشي انت غادي ندير، راه ماشي فيها واحد الحتميه، ولكن على الاقل عندك واحد الخطه، عندك واحد الاستراتيجيه. حاول تفهم ربما شنو من بعد داك اوس بينك، شنو هما الشواهد اللي تقدر ديرهم اللي تقدر تطلع عليك في المساواه ديالك المادي وحتى الستاتوس ديالك. يعني راه تقدر تولي ماشي كرانك شفيس، ولا ما تقدر تطلع نيفو شويه. بالضبط بالضبط. وكنظن حتى بالنسبه لالمانيا، حتى مثلا كرانك شفيس ولا يعني ممرض ولا هذا، الا كيزيد كنظن في واحد الحاله من الحالات كيقدر يولي حتى من غير انه كيطلع خلاص سينيور ولا هذا، كنظن حتى يقدر يدخل شي حاجه بحال ماشي بحال الطبيب، ولكن قريب للطبيب. المهم صراحه ما عنديش معلومه على القضيه هذه، ولكن دابا انت قلتي النصيحه ديالك هو تكون خطه. يعني اغلب الناس لاحظت صراحه هو كيكون الهدف ديالو هو المانيا في حد ذاتها، يعني كتقول لي شنو باغي دير المانيا، ومن كيجي المانيا في عينك كيتلف، ما كيعرفش شنو غادي يدير. يعني كما كي دابا انت قبيله من المانيا وكدوز مراحل صعيبه، كون على يقين اي واحد المانيا غادي يدوز مراحل صعيبه. هذه صحيح، ما يمكنش من قلت بذلك من اصلا ذبيحه هذا، ومن اللغه ومن الثقافه ومن الجمله ديال الحوايج. ولكن انت دائما كان عندك واحد الواي، واحد علاش درتي مخطط ديال عامين وعامين ونص، عارف بالضبط. وكما قلت عندنا خزوانه، ملي درت داك المخطط كنت في نقطه القوه، دائما داك في نقطه الضعف، وكون على خير ملي كتجي المانيا تكون في نقطه الضعف، خصوصا في الديبار، انك خصك تتاقلم مع المجتمع الى اخره. ملي تكون عندك واحد الخطه على الاقل كتكون عارف، وحتى بعض الاحيان ديك الخطه في حد ذاتها انها كاينه عندك، حتى لو كنتي ما عندكش الرغبه كدير فقط انك عندك خطه. صحيح، بحال شي واحد كيولي غير يمشي يدير الجيم وخا ما عندكش الرغبه انك تمشي ترينا، كترينا انك صافي خصك ترينا، كتفورسي راسك ولك على الاقل عارف انك خصك دير داك اليوم عندي خصني نمشي ترينا. صحيح هي ماشي دوما كتكون موتيفاسيون، يعني كيكون الا عندك بلان واحد الخطه، يعني بعد ما كتفورسي راسك تقول انا عندي بلان، عندي نقطة الانطلاق، عندي نقطة الوصول بي. زوينة الموتيفاسيون إذا كان داك الشيء كامل. ما تعوش على الموتيفاسيون، أن دائما ماشي دائما. أنا أنفورسد ننطلق من أن أوصل بي، ما كاينش فيها موتيفاسيون، لا خذها بسيستم ميليتير، خصك توصل. شنو أخويا تقدر تنصح الناس؟ خطة، يعني تجيب واحد الخطة، تكون عندك واحد الخطة، عارف بالضبط كما قلت لك النصيحة اللي تعطي الناس اللي بغوا ألمانيا، خطة ديال ذاك الوقت اللي غادي تقرا فيه عامين وثلاث سنين واربع سنين، شو اوس بيلدونغ سوا باشلر شو ماستر، عندك واحد الخطه، عارف فين غادي، عارف فين جاي. وقبل ما تجي لالمانيا ديجا حاول تعلم اللغه الالمانيه في المغرب، حاول انك تفهم وتعرف على الثقافه ديال المان، باش ملي تجي هنا ما يوقعوش لك مشاكل. شنو اخر؟ انا النقطه اللي بغيت نركز عليها وشرتي ليها دابا هي مساله اللغه. اللغه مطلوبه لك في البروغرام ديديكاسيون ديالك، ماستر ولا باش ما مطلوباش، ما مطلوبه ولو ان ما تكونش مطلوبه، هذيك معيار تاع النجاح في المجتمع الالماني. عندك اللغه غتمشي في المجتمع مزيان، ما عندكش يعني راه عائق كبير. هادشي علاش الانسان حتى ولو عندك اللغه الانجليزيه مزيان عندك ولو نبقاو نقولوا نغطيو الشمس بالغربال كما كيقولوا. احنا في برلين حاليا يقول لك زعما مولتي كولتي وهذا وهذا وهذا، وكاينين الجوبس باب. الا عندك الالمانيه كتزيد، الا ما عندكش كتوقف. يعني كتهضر شتي كنعقل عليه واحد النهار، كانت واحد ديسكاشن مع واحد، كنا كنهضروا بالانجلي واحد شويه بدلنا الالمانيه. فاش بدلنا الالمانيه حتى التوبكس اللي كنا كنهضروا فيهم ولاحظها هو لاحظها انا. تبدل التوبكس، اللغه الالمانيه كتعاونك. دونك الانسان جاي حيت علاش؟ أبسط مثال، واحد أجنبي مشى للمغرب، بغى يعيش في المغرب، بغى يولي يخدم تما وهذا وهذا. فقط أنه تقرر أنه يعيش في المغرب، كما يحيد ربما في المغرب. أما حسن، يتعلم مثلا دارجة أو لا عربية أو لا أمازيغية، أو لا يتعلم فرنسي.
طبعا العربية أو الدارجة. علاش؟ لانه اوكي ممكن هذا يقول فرنسي حتى هي سبوكن في المغرب وهذا وهذا، هادشي اللي كيوقع بزاف، كيقول لك لونجلي في المانيا كيهضروا بلونجلي، كيهضروا بلونجلي ماشي بزاف، اوكي مزيان كيهضروا بها ولكن ماشي بزاف. الا تعلمتي مثلا لونجلي ماشي هي كلشي في هذا البلاد، بغيتي تدخل لافراستركتور تاع السيستيم كله راه المانيا، دونك خص الانسان يتعلم المانيا، هذه كنشوفها حتميه شوف ضروريه. باش نكون صريحين، ملي كتكون في المانيا اللغه الالمانيه تحل لك يبان، لونجلي ما بالضبط تحلهمش لك. بالضبط. انا المانيا بحال دابا في الخدمه عندي، انا بعض الخطرات كنهضر مع شركات اللي هما اكسترن كيهضروا بالمانيا كيهضروا بالونجلي، انا ما كنتش فيه عندك لغه المانيا ما تهضرش معاهم، فهمتيني كيفاش غتناقش معاهم؟ تقدر بما في التيم ديالك تهضر بالونجلي لان ستارت اب مولتي كالتشر كذا، ولكن فعليا كتبقى المانيا هي اللي دومينانت. وحاجة أخرى ممكن أكثر هي التالية. غير اسمح لي القضية الثانية، لأن بزاف الناس صراحة كيبغوا الطريق السهل، كيسولوني في السوشيال ميديا كيقول لي بغينا شي ماستر، ولا بغينا ممكن نجي نقراو غير بالونجلي، ما كيبغوش، هو كيقول لك اودي نحيد علينا الألمانية هذه، عام نضيع عام ولا عامين نقرا، كيفاش قول نسأل؟ لي اوكي ما بغيتش تضيع عام في المغرب، اجي تضيع واحد 4 سنين في وانت المانيا. فيك ده راه فيك فهمتيني. فوالا لا ممكن بغيت الطريق السهلة، فهمتني كيبغي الطريق سهل. لا اخويا، ما كاين في حدك في المغرب فعليا عندك الوقت الكافي انك تتعلم لغه جديده، انك ملي كتجي المانيا ما يبقاش عندك غير اللغه، كيقول لي عندك حوايج اخرى خصك ديرهم، صحيح. فاستغل ذاك الوقت اللي كاين في المغرب. الحاجة الأخرى هي الإنسان يلعب على الشخصية تاعو، اوكي، تقوية الشخصية. قوية الشخصية. إذا كان الإنسان مهزوز الشخصية غادي يعني في المغرب، في الموزمبيق، في فين ما مشى، في ما مشى خص الإنسان تكون شخصيته مبنية مزيان، هذه نصيحة تثقف في عامة يعني، النفس. تقدر تعيش في المغرب كما قوي بغى الشخصية يكون، ديالك، خدم على كما بغى الشخصية. يكون يعني الا كنت داخل ديالك قوي حتى هو اللي يكون اي حاجه على برا قاصحه ما غاديش تاثر فيك، والا الا كان الانسان قوي في الداخل ديالو فاش غيجي لهاد البلاد ما غاديش يضيع، ما غاديش يضيع كما كانت الظروف الماديه، يعني بزاف تاع الحوايج غادي يعاني منهم في هاد البلاد ما غاديش يضيع لانه الداخل ديالو قوي. الحاجه والحاجه الاخيره اللي غادي خلي باش هاد الحاج يقوي الشخصيه ديالو، كيفاش يقدر يقوي الشخصيه ديالو؟ شنو هما الامور اللي خصو يدير باش يقوي الشخصيه ديالو؟ الثقة في النفس هي معيار أساسي. الثقة في النفس مناش كتربى، هي في الحقيقة راه بروسيس طويل، من التربية تاع الوالدين، من العلاقة بالمجتمع، من حتى ممكن حتى يقدر حتى الجانب الروحاني ممكن يلعب دور. يعني هاد الأمور هي فعالة، هي حقيقة في علاقة مع ليدونتيتي، الهوية. الهوية، حيث الإنسان اللي ما واعيش بالهوية ديالو راه سهل يضيع. كاين واحد المغني مزيغي كيقول لك ونور السين ماني زيدا ماني سيدي دا قد اسشي ادسناش ماني سيدا، اللي ما عارف منين جاي غادي يفقد الطريق فين غادي فين غادي. وين خص الانسان يعني مساله تاع الهويه هي تكون يعني بالاضافه، يعني هي ركن من اركن اساسي، كيلعب دور في الثقه في النفس والشخصيه القويه، ولكن حتى في مساله حتى هي النقطه اللي بغيت نركز عليها، خص الانسان يكون عارف انا مغربي، اصل انا ديالو، شنو الاصل ديالو، ويكون مفتخر بالاصل ديالو كمغربي، شنو عندنا كتاريخ قوي، ك بزاف، ما هو سياسي، ما هو اجتماعي. كيقول لك حنا اجتماعيا عندنا مشاكل، كل شيء عندهم، مش المان كيتشكاو في المشاكل الاجتماعيه. حنا عندنا مثلا ايامات الزلزال تاع الحوز كتشوف التلاحم تاع المغاربه، ايامات كورونا كيفاش المغربي كتخليك تفكر دخل في الثقافه ولا الهويه المغربيه. بالضبط، هذه هي الهويه اللي خصنا نخليوها سيرفايفل مدى العالم مدى اطول. وثاني حاجه ندوزوها حتى الاجيال الاخرى وحنا براسنا نفهموها هاد الهويه المغربيه، خصنا نفهموها ويعني نامنوا بها، حتى هي غادي تعاوننا في تركيبه تاع الشخصيه ديالنا. والا كانت الشخصيه قويه راه يعني الانسان كنظن ما غاديش يضيع فين ما مشى. شوف انا كنظن ما كنظنش ان الناس يختلفوا على اهميه الثقه في النفس والضوء الثقة في النفس باش انك تكون تبني حياتك في واحد المجتمع ولا في المغرب ولا في ماك. الثقة في النفس مهمة حتى باش تبني نيتورك، حتى باش تخدم مع الناس، خص كل ما كتكون ثقة في راسك كتبان، صحيح. غير هو ما تكونش فيك ثقة في النفس، والثقة في النفس كتبنى مع الوقت مع صحيح. التجارب، ما نقدرش قدام مرايه تفيق صباح تقول انا كنثق في راسي، ما كاينش الثقة في النفس بحال ما هذيك فيك ساينس كما كيقول فيك ساينس. يعني الثقة في النفس فعليا خصها خدمة وكتبنيها وبشوي بشوي كتبني دقه دقه، وما تنساش انك ملي كتجي من المغرب
راه كتجيب ثقافه واحده اخرى، كتجيب ربما مشاكل نفسيه، صحيح كتجيب عندك بزاف ديال الحوايج. يعني خصك تخدم على راسك، خصك انفيستي الوقت، لك عندك شي مشاكل نفسيه خدم عليها. صحيح واحده اخرى انا كنشوفها في الثقه في نفسك كتضيف اكثر، هو ربما صراحه اللي نفعتني انا سبور. انا من صحيح جهه الالماني كنت ضعيف بزاف فعليا، كنت انا مع راسي ما كنتش ما كانش عاجبني راسي لاني كنت ضعيف واحد الدرجه ما يمكنش. فخدمت هذا انا كنشوف هذا المشكل، اوكي عندي هذا المشكل ديال الضعف فخدمت عليه. كان عندي مشكل ديال اللغه خدم عليه، عندك مشكل ديال كان عندي مشكل ديال الحشمه، كنحشم بزاف خدم عليه. انك ما بقاش كتحشم وكتبقى تخدم، كتشوف اوكي شنو هما نقاط الضعف ديالك وكتخدم عليهم دقه 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 على دقه هذا دقه. راه علاش عندك واحد الوعي، واحد الشخصيه اساسا، لانه معرفه مكامن الضعف والقوه حدتها راه وعي كبير. لانه كتقول انا راه ضعيف هذه خصني نخدم عليها، ولا حتى تعرف براسك. ثاني حاجه هذه ما كيختلفوا عليها حتى شي واحد، وخاصه في هذه البلاد اش كيوصل الانسان لهذه البلاد. المساله تاع الرياضه مهمه جدا. انا يعني كنت كان اتاكي في جميع النواحي باش انه اللي ما يدخلش، نسيت هذا الكوتي تاع السبور. ساشون كو ماشي زعما نسيتو 100%. كنت كنجلس بزاف، يعني يقدر نجلس ساعات 8 السوايع ولا اكثر. بعض المرات وانا كنقرا وخصني نقرا بزاف باش تكتب واحد الريشيرش ولا هذا. كنت زعما في قطر كندير السبور، كان زعما فيت وكنجري مزيان وكل شيء. جيت لهنا نقصت بزاف تاع الحوايج. واحد النهار الدار تاعي مشى، تاع الدار تاعي مشى الديسك في ثلاثه البلايص. ديسك تخيل واحد الوقت يعني ممكن نتصاب بشلل. واو. بسبب شي حوايج اللي حنا كنستعملو ممكن. وعلاش انا ما ندير مثلا؟ ثاني حاجه السبور راك يعني راك يعني هرمون السعاده. الانسان خصو خاصه في هذه البلاد دير السبور. دير سبور يعني فاش كيكون الانسان فيت راه ما عندوش مشكل بزاف تاع الحوايج، زائد داك الحوايج من السعاده كما قلنا. وهذا فالسبور مهم جدا. وي شنو ممكن الحوايج حتى اللي بيت لا الحاجه الثالثه هي ليدونتيتي، الهويه. وانا كنظن زعما هذوك الناس الخبراء طبعا، ما عرفتش واش مازال البرنامج الدراسي حاليا في المغرب كما هو، ولا تبدل المقرر، يعني هذاك الشيء اللي كيتقرا حاليا. ولكن ايام الباك كان عقل كيدرسونا واحد الكور مهم على الهويه، كيفاش كيشوفها مثلا سارتر، كيفاش كيشوفها شوبنهاور، كيفاش كيشوفها وكيفاش كيشوفها ديكارت. انا افكر اذا انا موجود. هاد الامور ديك الساعه كيبان لنا عبطيه. اوكي زعما انا كنت زعما عزيز عليا الفلسفه، ولكن كتبان لك عبطيه انا افكر اذا. وانا مثلا انا شك انا افكر اذا انا موجود. شوبنهاور فاش كيقول لك انا هو يعني عبر المراحل، هاد الامور كتبان لك. ولكن لا، الا عرفتي راسك الهويه ديالك، فهم الهويه شنو هي الهويه، ولا عرفتي الهويه ديالك شنو هي، غتعطيك واحد الاستمراريه عبر سميتو. لانه شنو كيوقع؟ نقدر انا مثلا كمغربي مشيت لقطر، انا تلفان مشيت لقطر، وليت باغي نولي مثلا بحال القطريين، لبس لاكال داك السيرو، ونلبس الثاني الاخر والثوب وهذا وهذا، ونمشي في ذاك الاتجاه، ونجي للثاني الاخر. إلا كنت في بايرن لبست ديك الاجيب ديال بايرن، ولا كنت في بلاصه اخرى تمشي مع ماشي كنقول زعما غير كوتي فيستيمونتير. انا كنركز على هذا الكوتي زعما، حيت هي اللي ظاهره كسعى على ذلك ما هو خفي مثل الافكار وكل شيء. جاتين المانيا ونبغي ثاني نولي كيفاش الانسلاخ لهوياتي. انسلاخ بالضبط. انتي نسالخ فاش مشيت لقطر ما تولي تبدل الجلد ديالك كل مره ما يمكنش. ولكن إلا كنت اوتنتيش كما كيقولوا الالمان، يعني مغربي داخل بي يور سيلف بالضبط، ومقتنع بالهويه ديالي، نمشي للاخر كان ناخذ الهويه ديال الاخرين، ما عنديش معاها مشكل، كنتقبلها كنتعايش معاها في قطر، ومشيت لالمانيا وما عنديش مشكل، وقطر عزيزه عليا وغادي نرجع قطر شي نهار سياحه ولا اي حاجه، وغادي نمشي لبلدان اخرى. وجيت لالمانيا وما عنديش مشكل، وكنشوفو غادي الاخر نقول له جوزيف شنو البلان ديالك هذا الاخر، كيقول لي غنفيق غدا مع 5 الصباح وغادي نفطر وغادي نمشي للكنيسه. ومن بعد شنو عندك؟ وغادي نسالي من الكنيسه، وغادي كيقول يسول لي نتقبل الاخر تاعو، نتقبل لكم دينكم ولي دين، وكيسعى ذلك حتى في الجوانب الاخرى. هكا فاش كتكون يعني عندك هويه متصالح معاهم، اكسبتيها بالضبط ومتعايش معاهم بالضبط. كما سول الدكتور مهدي ساجد في البودكاست اللي فات على الهويه، قال لي هي جذور
الى غيزون الجدور زوين الجدور ديالك الجدور اولا الجدود الجدور ديال راه جدود وجدور بحال جوج هي اللي غاسين كما قال يعني هي حيت الجدور هي الاصل اصل وي بالضبط هي الاصل ومنهم كيطلع كل شيء الا ما كاينش الجدور ما غاش يكون فوق شي حاجه فوق الارض يعني الانسان يعرف دوك الجدور ديالو يعرف الجدور يعرف منين جاي يعرف الثقافه المغربيه الغنى ديالها احنا وحنا حاليا في ارت مراكش كان مراكش ارت مراكش ارت فهمتيني الصربيه مثلا بالوريان تاع تزناخت تاع هادي هاد الاخر يعرف مثلا التاريخ تاع هاد المملكه يعرف النظام السياسي تاعنا كيفاش داير يعرف حتى دينيا احنا مذهب المالك العقيده الاشعريه تصوف الجنيدي يعرف هاد الامور يعرف الغنى اللغوي اللي عندنا يفتخر بهذا الشيء وماشي كما الماكلة ديالنا والماكلة الطاجين والكسكسو والبسطيلة التعامل ديالنا مع بعضياتنا التعامل ديالنا مع بعضياتنا التعامل ديالنا مع الاخر يعني هاد الامور كان فاش كنعرفوهم وماشي زعما غير نعرفو هاد الشيء باش نغلق على راسي انما باش نفتح للاخر نفتح على الاخر وهكا كيكون الانسان سفير لبلاده فين ما مشى ممكن انو نهضرو في هاد الشيء يعني بمعلومات اكثر انا خلينا نهضروا على كما قلت انا حاليا كنتواجدوا في مراكش كنشكر نجيب اللي خلانا المحل نصوروا فيه شكرا بزاف شكرا نجيو شويه نهضروا شويه على الدومين ديالك حاليا باش الناس هما اللي بغاو يجوا ربما واحد النهار ويمروا من نفس التجربه ديالك ويقراوا الدومين ديالك ويخدموا التصميم باش يعرفوا شنو هو الدومين شنو هو التوجهات ديالك شنو خدام حاليا تهضرنا شويه اكثر على الدومين اكيد انا بعد ما سريت الماستر تاعي في العلوم السياسيه في جامعه كولن خدمت من ذاك الوقت يعني خدمت في غرفه التجاره والصناعه العربيه الالمانيه اللي هي يعني واحد الاطار ديال تعزيز العلاقات التجاريه والاقتصاديه بين المانيا والدول العربيه يعني كنركزوا على ثلاثه الحوايج اللي هي الكونزالتين اللي هي والانفورميشن والنيتوركين علاقات المعلومات والارشاد الاستشارات ثلاثه الدعامات الاساسيه كتقوم عليهم غرفه هنا انا حاليا مسؤول على قسم خدمه الوثائق التجاريه يعني اللي كندير الكنترول على الوثائق التجاريه بحال لي كونطرا بين الشركات او الوكالات التجاريه او حتى الفواتير التجاريه هذه الامور ما هو تجاري تصدير استيراد يعني بين الدول العربيه والمانيا غرفه كتبع هي في الاساس اتحاد الغرف العربيه اللي مقر تاعو الرئيسي في بيروت واللي اوكي واللي هي كتبع لجامعه الدول العربيه فهي هذا هو الاطار بشكل عام وهذه هي الخدمه تاعي انا فيها وبالطبع كنطمو على العدد ديال الفعاليات من بينهم مثلا الاكبر مثلا للاشهر الملتقى التجاري العربي الالماني يعني حنا كنحاول بحال قلت نجمعوا الاطراف العربيه والالمانيه باش نيتوركين باش انه تعزيز العلاقات هذا هو بشكل عام وفي هذا النوع تاع الخدمه اللي هي نوعا ما بحال كونسلتين بحال هكا كيحتاج الانسان يعني نيتورك طبعا كيحتاج الكوميونيكيشن سكيلز كيحتاج للفهم ديال البيئه سواء الالمانيه او البيئه العربيه بالضبط وقوانين التجاريه وحده بعض الامور كتجي مع الاخر بعض الامور خص الانسان يكون مطلع عليها انا بحكم التجربه تاعي وبحكم يعني حتى هادشي علاش كنقول زعما حتى شي حاجه ما كتضيع داك الاي تي اللي كنت قريت واخا قلبت العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه والدبلوماسية هاد الامور كامل كتجمعها كتكون لك واحد الشخصيه اللي تقدر انه تستعمل هاد السكيلز في البوست ديالك الناس اللي كيقراو مثلا العلوم السياسيه بشكل عام يقدروا يخدموا بحال هاد المنظمات والمنظمات الدوليه بشكل عام وكاين بزاف مثلا في بون حاليا في المانيا كيف برلين بالاضافه الى الهيئات الدبلوماسيه والقنصليه الاجنبيه اللي في برلين بالاضافه الى منظمه اللوبيين في المجال السياسي في المجال الاقتصادي وكاين عاوتاني ثينك تانك عاوتاني مثلا في اي مجال يعني خاصه المجال السياسي يعني هذا هو البغايش كما كيقول فاش كيخدموا عاده الناس اللي خريجين وعاده في المانيا بشكل عام يعني كاينه هو طبعا ممكن في اي بلاصه يخدم الانسان
بالتخصص هذا، ولكن عاده اللي مشهور برلين بون. بون لانه قال العاصمه القديمه، فيها منظمه دوليه حتى يونايتد نيشنز كاين الهيد كوارتر تما، وكاين عاوتاني في برلين بحكم يعني العاصمه الحاليه بالضبط. بالنسبه للناس اللي في الطومين ديالك حاليا، الناس اللي بغات فعليا دابا حاليا انسان الله كتفرج فينا خضر باك بغى واحد النهار يوصل نفس المستوى اللي وصلت ليه ولا نفس الدومين اللي وصلت ليه، شو تنصحوا اولا؟ ثانيا شنو هما التحديات والعقبات اللي يقدروا يواجههم في المستقبل، اللي يقدر كيفاش يقدر يتغلب عليهم ولا يواجههم؟ في الحقيقه يعني الموضوع الاول هو اللغات الاجنبيه بشكل عام. اللغات الاجنبيه خصو يركز عليهم الانسان بدءا بالانجلي بالدرجه الاولى، والبلد اللي يتجه ليه الانسان اللغه ديالو مثل الالمانيه والفرنسيه، راه بحكم يعني مازال نوعا ما متداوله زايد نقص يعني يقدر يزيدها الانسان. لانه انا رايي السياسي تاعي ماشي واحد، خصنا اللغه اللي نديرو مع القطيعه. فهاد اللغات مهمه بالنسبه للتوجه الدراسي. انا كنفضل في الحقيقه انه يعني حتى يقدر الانسان يقرا مثلا في المغرب الباشلر ديالو وعاد يجي الاخر، ولكن يحاول الانسان انه يتخصص التخصص يعني مثلا داخل المغرب كنظن كاين كيسموه الدروه يحاول انه يتخصص داخل الدروه مثلا في القانون التجاري كنظن كاين نوع تخصصات بحال هكا. والحاجه الاخرى اللي هي تجارب العمل، الانسان وصل الصيف انه يحاول انه يدير مثلا يمشي لشي لي بواط بحال هكا فوالا ستاج في شي بواط شي انترناشونال كومباني، حتى شركات وطنيه كاين شركات مزيانين يدير فيهم دي ستاج، يدير ريزو يشوف كيفاش يعني كيفاش البيزنس كيمشي في البلاد. هاد الامور كامل غادي يعاون واحد الوعي بالضبط، يعاونه باش انه نهار غادي يخرج المغرب او حتى مثلا الى يخدم مع شي منظمه في المغرب كما هادوك يكونوا، لانه عنده حتى في المغرب الغرف التجاريه او الغرف الخدميه والغرف الفلاحيه. وطبعا ماشي غير شي حاجه اللي بحال هكا، كاين حتى في يعني البواط ديال الكونزالتين يقدر الانسان اساسا يدير بواط ديالو تاع الكونزالتين بالضبط. فهادو هما يعني، وإلا كان الإنسان متخصص ومتمكن من المجال ديالو عنده لغات أجنبية كيكون بين هاد جوج الحوايج كيطلع بشي حاجة زوينة. فهضر عليك قلت لي الدومين ديالك مهم سوفت سكيلز، شنو هما السوفت سكيلز؟ أول طبعا عارف شنو هما سوفت سكيلز، ولكن شنو هما أهم سوفت سكيلز اللي محتاجهم في الدومين ديالك بشكل عام أولا؟ ثانيا شنو هما كتشوف سكيلز ماشي ضروري عندها علاقة بالخدمة ديالك في الدومين ديالك اللي مهمين الإنسان يقدر يديفلوبيهم ولا يساعدو في الحياة في العموم؟ حاليا يعني اصبح خاصه مع الكاي كونستليشن انتيليجنس اللي هو الارتيفيشال انتيليجنس، مهم الانسان يكون عارف بالاي تي مهم، وبغض النظر على العمر بغض النظر خص الانسان يكون عارف الاي تي، يكون عارف يعني كيفاش يتعامل مع الاي تي بالضبط. يعني الكوميونيكيشن هيومن كوميونيكيشن، يعني خص الانسان يكون عنده الكوميونيكيشن كاباسيتيز مزيانين. مهم لان الكوميونيكاسيون بلا كوميونيكاسيون الحياه كتوقف، دونك خص يكون الكوميونيكيشن سكيلز. وكما قلنا اللغات لانه حتى هي داخله في الكوميونيكيشن، فاش كيكون يعني شي حوايج عندنا على حسب التخصص النيكوشيشن سكيلز مثلا كونفليكت مانجمنت، لانه غادي تعيش دي كونفلي مع راسك كاع في التيم ديالك في الاورغانيزاسيون، خص تكون عندك التيم بريزنتيشن سكيلز بالضبط، لانه واحد النهار عندك واحد الايديا تاني جديده بغيت بريزونتي على التيم ديالك ولا على البوس ديالك، الا ما عندك بريزنتيشن سكيلز راه سي ديفيسيل. وحتى الكونفليكت سكيلز يعني كتوقع يعني ما كانش بيامن فيهاش الكونفليكت، سواء بينك وبين كوليك بينك وبين يعني تعطات لك طاش، يعني كتولي كونفلي مع راسك كيفاش انه تجاوز داك الكونفلي اولا مع البوس ديالك اولا لورغانيزاسيون ديالك مع اورغانيزاسيون، خاص الكونفليكت سكيلز حيث الشخصية ربما تنفعوك الشخصية. هادو صراحة أنا كنشوفهم مهمين بزاف، الإنسان إلا عنده هاد السكيلز يعني مهمين في هاد التخصص وحتى في الحياة العامة. هلقد على الكوميونيكيشن سكيلز هضرنا السوفت سكيلز كنظن شوية اسمها واحد هيومن سكيلز اسمية زوينة صراحة، لأن كنظن تجربة الحكم ديالي أنا كمغربي ناقصة عندنا شوية صراحة السوفت سكيلز.
حتى من ناحية أهم حاجة الكوميونيكاسيون كنظن احنا المغاربة وي كنهضروا مزيان كنقدروا نتأقلموا مع الناس عندنا اللغات إلى آخره، ولكن الكوميونيكاسيون بعض الأحيان مش غير تهضر وأن تسمع وتسمع ماشي باش تجاوب إنما باش تفهم صحيح الإنسان شنو كيقول. أنا صحيح أحيانا كتسمع باش كيفاش تأتاكي صحيح ماشي باش تفهم، ما كتعطيش أصلا الفرصة حتى مع البوس ديالك ولا مع الخدام ديالك ولا مع الناس اللي خدام، كتسمع باش تفهم شنو هو البين بوينت اللي كدير بحال. دابا أنت عندك واحد البروجي خدام عليه وخاصك تهضر مع واحد تيم، دابا أنا كنهضر مع لي تيم بزاف من لي تيم كنحاول نفهم شنو هو البين بوينت ديال دوك التيم، ماشي باش نقول لا راه أنت عندك خطأ نو صافي هذا هو البروجرام خدامين به، نو خاصك تحاول تفهم فعليا شنو هو المشاكل اللي كيمروا داك التيم فاش تقدر تساعده تصنت ليه اكتيف ليسنينغ ماشي غا تسمع، راه تقدر صحيح. تسمع في الامتحانات شنو كنقولوا حنا؟ كنقول لك فهم السؤال نصف الجواب، نصف الجواب راه حتى في الكوميونيكيشن الى اساسا باش انه غادي تفهم الطرف الاخر اللي هو كسؤال كاشكاليه، الى فهمتي راك وصلتي للنص ديال الحل، تعطي نص طريق بالضبط. وكيبقى ديك الساعه كيفاش غادي تهضر معاه باش انه يسمع لك، حتى هو تكون عندك ميثود مزيان باش غايسمع لك، كيفاش غتوصل ليه باش ما تاتاكيش كما قلتي، توصل ليه الفكره هادو يعني كتسمع مزيان باش انه تفهم، فاش كتفهم باش انه تحط واحد الكامن جراوند بينك وبين الطرف الاخر باش انه يعني توصل للحل. ففي الهضره ديالك جبتي سوفت سكيلز ولكن جبتي حتى النيتورك، حتى سواء في المغرب ولا في قطر ولا في المانيا ديما كنتي كدور كتستعمل النيتورك بزاف، شنو هو اهميه النيتورك في واحد في المغرب؟ الحقيقه النيتورك حنا باش ما يمشيش يعني الاتجاه سلبي ولا شي حاجه، ولكن النيتورك مزيان مزيان لانه كيقول لك واحد المثل العقل كيحتاج للاخر تيني يعني كتحتاج، لانه انا كنشوف في هذا الاتجاه، انت حاليا كتشوف هذا الاتجاه، انا هذا الاتجاه ما شفتوش حاليا وانت ما شفتيش داك الاتجاه اللي انا كنشوف فيه، ولكن الا كومبينينا هاد جوج الحوايج بيناتنا غادي نقدروا نشوفوا الاتجاهات بجوج بالضبط. فحتى نيتورك انا بعض المرات مثلا باغي نبدا شي ستارت اب في شي حاجه في الاي كوميرس، خلينا نقولوا انت كتفهم في الاي كوميرس وكنعرفك كان حمزه صافي راه عارف كيتقن داك المجال، انا مازال الا مشيت انا بديت البروجي ديالي ما عنديش ما نيتورك ما عنديش بيني وبينك نيتورك يعني غالبا غادي نخسر، ولكن الا اوكي حمزه جا فك نريح انا وياك شنو 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 تقول لي شوف رد البال هذه نيتورك نيتورك البروسيس كيفاش جا هذا نيتورك، كيفاش تبني النيتورك عطيني اوكي. هذا سؤال في الحقيقه كيفاش تبنيه وكيفاش تخليه عايش وي لمدة اطول بالضبط. يعني نسيت عليا الكلمه تخلي سستينيبل نيتورك يعني صحيح بالضبط. كيفاش كتبني في الحقيقه النيتورك هادو انا ما فكرتش في هذه النقطه هذه، ولكن بالطريقه باش كتعامل مع الناس انسان ما يكونش سيلفيش يعني كتكون خدوم للناس كتخدمهم كتعاونهم وكيعرفوك الناس يعني بالاتيكس ديالك فحتى الناس كيبغيو اساسا يحافظوا على العلاقه معك، ماشي انت اللي كدير داك ايفور انه انا اللي كنعطي يعني ولكن حتى الناس يعني كيبغيو ياخذوا ويستمروا معك في علاقه، فهذه في الحقيقه يعني مهمه. انا يعني نقدر نقول لك انه النيتورك طبعا انا بشكل عام كنهضر، ولكن النيتوركين كيدف بزاف تاع الحوايج كيكون مثلا في المدرسه في الجامعه هادو يعني اللي كنعرفو كلنا، ولكن كيدير في حوايج اخرى في الاكتيفيتيز اللي كيدير مثلا موظف ولا صاحب شركه كيمشي لواحد الايفنت كيدير نيتوركين يعني هادي ماشي بعض المرات غير عطيني بيزنس كارد وخذ بيزنس كارد اجي عاود لي على البيزنس ديالك مثلا ولا البوست فاش خدام ونعاود ليك فهمتيني ونعاودو نتلاقاو ونديرو هاد النيتورك تاعنا سستينيبل كيفاش نقدر نستافد منك وتستافد مني بحال هكا كيزيد على هاد النيتورك. فهاد الايفنتس يعني مهمين، الانسان عنده ويكند يمشي يدير نيتوركين في اكتيفيتيز او تور اكتيفيتيز يدير فهمتيني. هاد القضيه اللي قلت يعني قلت في الجامعه اللي كتقرا فيها طبعا النيتورك في الخدمه ربما حتى ايفنت، هاد القضيه مهم انسان يمشي للايفنت. وكاين حتى واحد الحاجه اخرى اللي مهمه كنلاحظها في المانيا اللي هما الاكتيفيتيز، بحال انت كدير جري انا كنجري
وكمشي كتلاقى مع جروب كيديروا جرا كيجريو يعني كت في هذيك تحدد راه كتبني الهوبيز ديالك صحيح تقدر من الهوبيز ديالك دير نيتوركينغ ولكن نيتوركينغ واحد القضيه مهمه راه حتى هو دائما ما تدخلش بعقليه تاخذ ادخل انا تجيب تو جيف تعطي اعطي اولا كون دوش على كيف القضيه ديال لا ناخذ اعطي راه غتاخذ تعطي في الاول ومن بعد راه غتاخذ هذه اللي كنظن والانسان اساسا ما يفكر كاع في ياخذ لانه الا الانسان الا كان واحد السورس ديال العطاء للكون اشنو هو الكون الكون هو كيرجع لك بحال رد ارتداد الصدى فاش كتغوت في شي بلاصه مسدوده كيرجع لك هكاك داير الكون فاش كتعطي الكون كيرجع لك هكا داير خص الانسان تكون عنده هذا المايند سيت انه انا نعطي انا شنو كنقدم على هذا المجتمع انا شنو كنقدم للانسانيه شنو كنقدم الانسانيه كتعطيك حتى هي يعني كصاحبك نيتورك ديالك بشكل عام يعني حتى هو يعني كيولي كيعطيك فالانسان يعني بصح متفق معك تماما انه الانسان ما يفكرش غير كيفاش انا نقدر ناخذ هنا كيولي انسان سيلفيش غادي يشوف اصحابه داير كياخذ غادي يبدا يعني بالعكس ليميتي راسو كيحطوك فواحد الزاويه لان شيري معهم المعلومات ديالك حاول تكون انت اوتنتيك حاول تعرف تهضر مع الناس صحيح بزاف ديال الحوايج ساعه النيتورك مهم فين مشيتي كيبقى النيتورك مهم كيسهل عليك بزاف ديال الحوايج في بزاف ديال الحوايج كي غتدخل في الدومين تاع البيزنس عطى الله كي ساكن في المانيا برلين عطى الله الايفنتس ديال النيتوركينغ انتربرينورشيب عطاهم الله يعني موجودين صحيح وكاين بزاف ديالهم غتعرف عليهم ما خدامينش لكاع ولكن كاين فيهم شهدين اللي فين يقدروا يساعدوا راه كضرب الف ضربه كتصدق وحده كتصدق مزيان كتعرف مزيان كنت عارف شي شخصيه ولا شي انسان اللي يقدر يساعدك بزاف وبعض الاحيان النيتوركينغ يقدر يكون قريب لك وانت كاع ما شايفه يقدر من العائلات ديالك من الاصدقاء ديالك تيجي شي واحد اللي يقدر يساعدك في يساعدك بزاف ديال الحوايج هو من هنا كيبدا كما قلنا يعني من اصدقاء الدراسه العائله ديالك وانت كتكسباند كتطلع للجامعه كتزيد اكسباند كتدخل الخدمه ديالك ديال بحال كتوسع دائره المعارف ديالك وانت تاني كتمشي للمجالات الاخرى كتزيد توسع ندوز شويه نهضر شويه غير على الانتيغراسيون كنعرفوا شنو اهميه الانتيغراسيون اولا شنو هي الانتيغراسيون بالنسبه لك ثاني كيفاش يقدر انسان بما انك عندك حكم تجربه في قطر في المانيا وحتى في الامريكان كيفاش انسان يقدر انتيغرا في واحد المجتمع جديد او لا شنو يقدر واش كاين شي طريقه اللي سهله عليه الانتيغراسيون اول حاجه يعني انا نقدر نبدا بها هي كما قلت وشرت ليها بزاف تاع المرات انه ديال الانسان يبقى هو يعني ديك الهويه تاعو على الاقل لانه الاساس هو يبقى هو صحيح ثاني يعرف راسو اوتنتيش كما كيقولوا الالمان عاد كيبدا وتكون عنده القابليه انه ينفتح على الثقافات الاخرى على الهويات الاخرى هنا كيبدا يتانتيغرا علاش الانسان الا نسى من الهويه ديالو غادي يضيع الا ضاع راه مشكله كبيره غادي يجي لواحد اكستريميست غادي يجرو يقدر يولي شي كاري تاع المجتمع ولا الانسانيه ولكن راسه ولا لا راسه الانسان راسه في كل حاله مشى ولكن هنا راه تعدى راسه ولا كيشكل خطر يمكن كاع حتى على الاخر فالانسان يكون هوياتيا يعني متصالح مع ذاته عارف راسه مزيان وعنده القابليه ينفتح على المجتمعات آخر. الاخرين بالضبط انه يتقبل المجتمعات الاخرين يكون على هذاك مبدا شنو كيسميوه في العلاقات الدوليه مبدا حسن النيه مبدا حسن النيه في العلاقات الدوليه انه اساسا عنده واحد حسن النيه في المجتمع الاخر انه بحال يتجه ليه انه يتانتقر معاه ثاني حاجه طبعا هي لي بريجوجي يحيدهم الانسان انه عادوه كاد المجتمع هكا داير لا اي ستيريوتايبس ستيريوتايبس انهم يتحيدوا والكي اليمنت هي اللغه باش كيعرف الانسان اللغه كتفتح ليه انا كيما قلت لك مساله تاع حتى الدين تاع المجتمع تفهمو مزيان لانه الدين هو اللي كيشكل واحد النظم تاع الفكر تاع داك المجتمع كما قال حسن اوريد كما قلت لك بالنسبه حسن اوريد حتى الدكتور مهدي ساعتين في البودكاست اللي فات قال لي باش تعرف المجتمع الالماني خصك تفهم الدين المسيحي فوالا مستحيل تعرفوه ما عرفتيش الدين المسيحي بالضبط فالدين الا نهار كتفهم الدين لانه من الدين كيدزل بزاف تاع القيام في هذا المجتمع وبزاف تاع الحوايج وعندهم حوايج زوينين
حتى هما راه كاين شي حوايج اللي قراب للثقافه تاعنا. مثلا فاش كي جار جديد كيقدموا ليه مثلا الملح والخبز مثلا، شي راه في الثقافه كيقول لك ياك تشاركنا الملح والطعام، الملح والطعام في الثقافه ديالنا يعني هادشي فهمتي، كاينين سيميلاريتيز. وإلا الانسان عنده هذا الرغبه انه يندمج في هذا المجتمع وما ينساش راسو، يعني كنظن ما كيلقاش اشكال كما قلنا اللغه، كما قلنا لي بريجولي حيدهم، يكون بروداكتيف، يعني ماشي يكون انسان ثاني على المجتمع، لانه حتى انت كدير مجهود وخص حتى احيانا حتى بالنسبه للانتيغراسيون حتى الطرف الاخر يدير اللعب بالضبط، يدير يكون مجتمع منفتح وكيتقبل انه الاخر يدخل معاه، يعني كاين الطرف الاخر الطرفين بالضبط، ايفور من جوج الاطراف جوج. وهذه كتبقى الدور ديال المانيا هذا الدور ديال المانيا والالمان. اما حنا الدور ديالنا كجاليه كيبقى داكشي اللي قلتي خص الانسان يديرو. نهضر شويه، اجي نهضر شويه على الجاليه المغربيه صراحه. جا انت في نظرك علاش في نظرك الجاليه المغربيه كنلاحظوا ان الجاليه المغربيه صراحه ماشي ناشطه في المجال السياسي وحتى الاقتصادي بزاف ديال الدول اللي كاين عايشين فيها. ناخذ مثال هنا بسيط كالمانيا، ما كتلاحظش ان المغاربه فعليا الجاليه المغربيه منخرطه في المجال الاقتصادي والمجال في البيزنس مقارنة حتى نشوف ناخذ غير مثال مع سوريين، الجالية السورية جاوا مؤخرا ألمانيا يعني في السنوات الأخيرة صحيح، وكتلاحظ أنهم فعليا من جانب الجانب الاقتصادي منخرطين أكثر. حسب شحال من ريستو سوريا كاين في برلين، فيما كدور كتلقى ريستو سوري، شحال من ريستو كاين مغربي؟ كسالة ذلك ثلاثة ولا أربعة ما عرفتش شحال كاين بالضبط. ولكن فعليا في نظرك علاش أن المجتمع علاش الجالية المغربية فعليا منخرطاش في المجالات السياسية والاقتصادية انخراط منخرطين مزيان؟ كاين النماذج يعني اللي قلال للاسف، ولكن كاين بعض النماذج اللي هما يعني سياسيين، مثلا نسامي شرشيره في ديسلدورف على الحزب تاع الجرونن، كاين عضو بالبرلمان الالماني سناء عبدي على الاس بي دي، ولكن كنهضروا على المجتمع على الجاليه المغربيه كيحز في الناس كما كيقولوا بالضبط. كاين اللي وصل الجيل الثالث، انه جيل ثالث كبر في المانيا مازال انه يعني جيتي للبزنس ما كتلقاش شي شركات كبار تاع المغاربه مثلا اللي المغاربه هما اللي اسسوهم، او الليله جيتي مثلا حتى الانيشيتيف سوسيال مثلا شي منظمات كبار خيريه مغاربه اللي اكتيف فيهم، او لا مثلا الشارع ولا في السياسه. الحقيقه كاين بزاف تاع العوامل لهذا الاشكال. نبداو هكا فرض، اول حاجه الانسان خصو يكون عنده يعني كما بالاضافه للاشياء اللي ذكرنا، الهويه تاعو متصالح معها وانتيغرا مزيان هاد الامور. ثاني حاجه خصو الانسان وخاصه فاش كيمشي على برا يعتبر راسو انه سفير للدوله ديالو، سفير ماشي الدوله ككيان سياسي ولكن كالبلاد ديالو سفير. نهار كتلبس نهار كيكون شي ايفنت تلبس ليه تقليدي، عارف راسك راه عندك واحد المسؤوليه كبيره، راه خصك تمثل، راك لبستي تقليدي راه مثلا تبان بقيمه هذيك البلاد. نهار كتقول انا مغربي في واحد المجمع فيه ناس، خص تعرف توصل لهم انه انت راك مغربي، ديك الايميج اللي غياخذوه بالضبط بالضبط، راه ماشي بقيتي غير عليك انت، راه وليتي على مجتمع وبلاد على قدها. دونك خص الانسان يفكر في هاد الامور، وفاش كناخذوا الا كان الحس الفردي يدير بحال هكا وكنجمعوه في التكتل البشري وليو جماعات اولا جماعات بشريه، انا وانت وهذا تجمعنا وكلنا عند هذا الحس، كيفاش غادي نطلعوا؟ غنطلعوا زوينين، واحد المروكن كوميونيتي. وانا كنشوف يعني باش مناش كيبدا هذا الشيء، فاش كيكون الانسان مبني قاري واعي كيكون واحد الاخر اون باراليل اللي هو العمل الجمعوي. العمل الجمعوي مهم جدا، حيت هو اللي كيأثرنا، والعمل الجمعوي هو اللي كيدفعك في المجال تاع السياسه وكيبني لك نيتورك. كنتعرفوا مثلا في اطار واحد الجمعيه، مثلا بديت واحد ستارت اب ديالي، داك النيتورك كيعاوني باش انه نمشي بعيد. العمل الجمعوي كتشوف الجمعيات المغربيه للاسف يعني ماشي قويه، ماشي اكتيف بزاف، وبعض الاحيان كاع كيكون يعني التضارب بين جوج الجمعيات. هذا الشيء ما خصهاش تكون. النجاح ديال حمزه هو من النجاح ديالي، والنجاح ديالي من النجاح ديالك. الا كنتي انت ناجح انا خصني نفتخر بك، وانا راه نوع من النجاح اللي نجحتي انت، ونفس الشيء
يعني الا كانت الايه معكوسه، لانه انا الا كان صاحبي نجح راه بالنسبه لي راه نوع من النجاح ديالي، راه شي حاجه مزيان، ولكن انا نجح راه مزيان لصاحبي. هكا خصنا نفكروا حتى في مساله الجمعيات، الانخراط في العمل الجماعي. عندي ويكند على قدو، نعطي ويكند واحد في الشهر قليل على انخراط الجماعي في المغرب، قليل بزاف في المغرب. في هنا كذلك انا كنشوف حاليا مثلا مع واحد الجمعيه اللي كنسوي في معاها راه مشكل. مؤخرا هضرت مع واحد قلت لهم على الاقل ديروا لكم لي فري مساله انتخابات لجان وهذا وهذا، ودير لكم لي فري. وكنعرف الجمعيات كنقيس على جاليات اخرى اللي اقل منا بزاف بلا ما نذكر اين جنسيات في العدد، وعندهم جمعيات اكتيف تري اكتيف ودايرين لي فري دانسكريبسيون باش تكون في الجمعيه، وكيديروا انشطه وكيديروا ايوا. ها كيفاش نهار كدير واحد الانشطه مثلا في مجال تاع البيزنس ولا دير في عمل الجمعه، يعني في شي حاجه تاع السوشيال ورك ولا هذه ولا هذه، راه كتلاقي واحد الناس ترفع لهم الوعي ديالهم. ولكن بقينا حنا غير في التضارب التضارب، ما عمرنا نوصلوا هكا. علاش انا كنشوف العقلية القديمة، العقلية القديمة خصها تحت السوارت، العقلية القديمة فريمون خصها تحت السوارت، ويفرحوا بالناس بالشباب ويسلموهم السوارت. وبالعكس هذا ما يضربش هذا، ماشي حنا كنقولوا يسلموا السوارت دونك انتم شوفوا حنا كنا كنضربوا في الجمعيات، كنا كنضربوا في الجمعيات، انتم استفدوا من الاخطاء ديالكم، انتم ما تضربوش، انتم عاونوا بعضياتكم، دايرين جمعيات دايرين هذا، عاونوا بعضياتكم، خدموا على 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 الكوميونيتي ديالكم. الكوميونيتي خاصها تكون سترونغ، حتى جا واحد من المغرب كيلقى واحد الكوميونيتي، واحد الجمعيه اكتيف اللي تقدر تعاون في الانتيغراسيون. بالضبط، غيمشي واحد النهار يجي غير الاكتئاب ديال الشتا، غادي تعاون ديك غيجي غير يلقى الشعبي مثلا، ديروا نديروا سيونس ديال الشعبي ويجي يدخل معاهم ينشط مع راسو يمشي للاخر، ندير مثلا شي حاجه مثلا الناس اللي لوريونطاسيون اكتيفيتي تاع لوريونطاسيون، وجا هذا مثلا ذكي كتمشي لا بوصول ديالو كتضيع ويلقى جورني دوريونطاسيون في برلين، كيقولوا الناس ها شنو شنو هكا غادي يزيد لقدام. ولا نجح حنا هاد الجمعيات الا نجح الا دارت بنات لينا واحد غير ثلاثه الناس في العام او لا هكا، راه نجاح كبير، نجاح كبير. وي بالضبط. وحاجه خص المغاربه يخرجوا من المنطق المفعول به المنطق الفاعل، هذه مادي حتميه. هذه يعني فاش كتعتبر راسك سميتو سفير تاع بلادك في هذه البلاد، راه غيكون اتاك على بلادك، على التيريتوار ديال بلادك، على اللغات ديال بلادك، على الثقافه ديالها، على كل شيء. هنا خص تكون اكتيف، تكون ماشي بقاو نتسناو حتى يكون واحد الحاجه وقعت مثلا، واحد مثلا اهضر على شي حاجه اللي كتمس بتام غلبي ديالنا عاد ديك الساعه شنو غادي نديروا. لا نكونوا اكتيف، ونكون ماشي نكونوا كاع برو اكتيف، ماشي غير اكتيف، ماشي باسيف ديما حتى في توقع المشكل عاد. وهذا الشيء مناش كيجي فاش يكون عندك واحد نيتورك اكتيف في الاحزاب السياسيه ومنظم اجتماعات المجتمع، تقدر تموبيليزي بالتليفون تا 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 وحركتي واحد غيرتي اتجاه تاع سفينه كامل في مجال تاع الاقتصاد، الاقتصاد والسياسه ما كيتفارقوش. حاش الاقتصاد كتلاحظ اغلب المغاربه اللي كاينين في الجاليه المغربيه، حنا راه الجاليه الالماني عايش فيها انا حاليا، كتلقى اغلبيه الناس اللي كنعرف في اغلبيه الجاليه عندهم عقليه موظف، عقليه موظف، عقليه صار انسان كيجي كيقرا كيخدم الجامعه ديالو كيسالي كيخدم كونفورتابل زون كيتزوج وليدات دار شي دار في المغرب صافي، داك الشيء واضح باين بالضبط بلا ما نصد عليه راسي. علاش؟ حيت من لونفونس، من لونفونس انه الانسان باغي يكبر، باغي يدير دار اوتوموبيل ويتزوج، انتهت الحياه ديالك اللي كيفكر كان، انتهت الحياه ديالك، وصلت غير الاهداف ديالك صافي. شو هذا هو الهدف الانسان صافي. راه الانسان شنو خص الانسان يكون ديما اكتيف، انه كيوصل لحاجه كيديفلوبي لحوايج اخرى. حتى كاع الا كان عنده الانسان التصور انه انا باغي ندير هادي وهادي، ولكن وصل قربتي تحققهم خص عاوتاني دير واحد الابديت تحديث الخطه ديالك انه شنو من بعد هذا الشيء. فحتى في المجال الاخر انا بالعكس ما كنصحش الانسان يدير له انتربرونيا هكاك، قرا سير خدم، عارف كيفاش كيخدموا الناس. نهار كتخدم حتى داك الموظف اللي هو اللي خدام عندك كتعرفوا كيفاش كيفكر، كيفكر انك تجي انت كموظف فوالا، خدم لك واحد العامين ثلاث سنين حتى لخمس سنين، سير بدا لك البروجي ديالك، تعلم استفد من الاخطاء بالضبط، كيفاش كيفكروا الناس، كيفاش كيفاش البيزنس داير، كيفاش بالضبط. نهار كتفهم هاد الامور
بديتي. تاني حاجة خصنا الإنسان يبدأ ويطيح يبدأ ويطيح، ما خص ماشي إشكال أنه الإنسان إلا بدأ وطاح التجربة الأولى والتجربة الثانية ماشي مشكل. خص الإنسان يعني حيت لونتربرونيا هي كل شيء، هي الحرية، هي الحرية. وهذا ما كيعنيش أنه الإنسان عاود تاني، هذه غير النقطة اللي باغي نركز عليها، أنه كل شيء غادي نوليو دي زونتربرونور. راه كاين اللي غيكون ناجح إلا كان موظف، موظف على أنه يكون انتربرونور، وكاين اللي العكس. دونك الإنسان خص يشوف الإنسان فين يقدر بالضبط، فين يقدر أنه يمشي مزيان يبدع بالضبط. ولكن بشكل عام حنا كما قلتي انت راه عندنا مشكل حاليا بالنسبه لهذا، ما عرفوش واش ضيق الافق او لا شنو هو الاشكال بالضبط. انه الانسان ما كنحلموش، انا راه كنت انا راه كنتعمد بعض الاحيان كنتلاقى بالدراري الصغار كنقول لي شنو هو الحلم ديالك. راه بعض المرات راه كتلقى بنادم واش الوالد ما كيسولش ولادهم بحال هاد الاسئله، سولوا وخلق عنده واحد الاشكاليه باحتياف دماغه شنو هو الحلم ديالو، شنو باغي نوصل، وغادي يدير لها هو الابديت وغادي يبقى يدير الابديت ويمشي بعيد. علاش ما عندناش يعني كما قلنا هاد القضيه تاع شركات كبار؟ والانسان راه كاين الناس الجاليه التركيه راه ما قارينش بزاف في المانيا، وراه في البيزنس راه تري زاكتيف تقريبا هما اللي حاكمينها بالضبط. علاش حنا كاين هذا الاشكال؟ يعني كاينين ماشي ما كنقولش ما كاينش، ولكن كاينين ما كناش يكونوا اكثر بالضبط. بالضبط في الحقيقه اشكاليه كبيره، وهذا الشيء علاش كنظن خص المغاربه ماشي يبقاو ديما في داك الستاتوكو، يعني واقفين في واحد الكومفورت زون تاعهم، يبقاو في داك الكوميونيتي مثلا مجمعين بخمسة بينا، بقاو ديما نجمعو خمسة بينا. لا إلا شتي داك دوزتي بخمسة بالناس ولقاتك العام الجاي بنفس خمسة الناس وما تطورتوش، فرتكو داك المجمع وسيرو كل واحد من دوك الخمسة يجي بخمسة أخرين. كلاحظت أول الجالية المغربية الجينيراسيون اللي قبل منا ولا جينيراسيون قديمة ديما كتلاحظ ما كاينش واحد السبورت، كاين دائما كاين واحد التنافر. صحيح، يلا جيتو نتوما فهمتيني، كيشوفوك واحد العلويه اكثر ربما ما كيشوفوكش واحد. هذه ساعات انا نوقعوا شخصيا مشاكل من راج المانيا، تلقى المغاربه اللي قبل منا واللي قبل مني اللي كاين في المانيا اللي كان ممكن اصاحبي غير معلومات يعطوه لي، غير معلومات راه ما طلبوه، كان ممكن غير يوجهك. انت جاي من المغرب تعرف جيتي صغير تعرف يعني توجه اصاحبي غير يوجهك، يقول لك اخويا نجم هذا الطريق، يعني غير ربما بعض الحين غير يريح معك ويهضر معك ويعطيك وقت تجي بوحدك ساعات غريب في الغربه ما كاينش شيء من دي بارك، عندك واحد ديستانس فهمتيني، وكانك انت واحد بويزن جاي ترى جاي فهمتيني، ولكن واحد تخوف تولي احسن منه ما فهمتش، واحد تخوف انك عادي اصاحبي راه مزيان انا نحسن منك. راه داكشي اللي قلت لك في الاول، انه الا شفت النجاح ديالك من النجاح ديالي خص يكون عندنا هذا المايند سيت. وحاجه اخرى يعني بعض الاحيان يعني يقدر انه الانسان يقدر يعطي كاع لواحد اخر وما يعطيش لولد بلاده، ولكن راه ولد بلادك هو كل شيء. الا نجح ولد بلادك ويجي هو يمشي ما يعاونيش ما يرد ليا داكشي باش يعاونته، يمشي يعاون واحد اخر، واحد اخر، وهذاك الواحد اخر يعاون واحد اخر، احنا غاديين مزيان. حتى هو الهدف ديالي من هذا البودكاست اللي هو فعليا نبارطاجيو المعلومات، نبارطاجيو الاخطاء اللي درناها، نحاول الناس اللي بغاو يجوا المانيا واللي كاين في المانيا يستافدوا من الاخطاء ديالنا، من التجارب ديالنا، داكشي اللي حوجت مني يكون الناس معنا يسمعوا حتى هما باش يكونوا احسن منا. واحد الجيل اللي جاي لالمانيا يجي يستغل شنو يستغل المانيا احسن منا، يستغل هاد الحوايج اللي كتعطي المانيا الاوبورتونيتيز اللي في المانيا يستغل ربما احسن منا، وكيفاش نتاقلموا بعضياتنا، كيفاش شي يساعد شي. صحيح. لا شاف في الحقيقه شكرا لك انت على هاد البودكاست، لانه هو تجربه جميله. يعني هاد التبادل التجارب مهم بزاف، تبادل التجارب والخبرات يعني كيساعد بزاف. والحاجه الاخرى يعني طبعا الا استفد غير واحد جوج الناس من بودكاست كله راه انجاز عظيم. بالضبط. انا حقيقه الامباكت بالضبط، الامباكت راه كيكون تاثير الفراشه كما كيقولوا، كتلقى واحد شويه 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 كيولي بزاف. بالعكس وبشكل عام انا كنشوف يعني بالنسبه حتى انا كنفكر انه خصنا نكونوا هكا، ولكن فاش كنشوف راسي ماشي خص هذاك في العطاء نكونوا هكا، في التلقي كل واحد فينا يشوف ماشي بقى يتسنى من الكوميونيتي تعطيه خاص يعطي ولكن الدخل ديالي
ماشي كنتسنى انه ناخذ من الكوميونيتي ديالي. وبشكل عام كما قلت يعني كان بزاف تاع الاخطاء. انا نفس الشيء كان بالامكان انه يعني نكون حسن من هاد الفيرسيون ديالي خاصه في المانيا لو انه بسبب واحد كان لي يقول لي اقرا الالمانيه هي الاولى قبل ما تجي لهاد البلاد. اني ناخر ولو ناخر المجيه تاع الالماني واحد العام ونقرا لي عام ديال المانيا انتنسيف ونجي غتكون بدلت لي بزاف تاع الحوايج. هاد القضيه اللي نفس البلان كما كنقولوا هاد الفيزيون اللي على حمزه كون ممكن يكون احسن لو كون عرفت شي حوايج قبل من نجي المانيا ولا من يلاه جيت المانيا ضيعت شي وقت بزاف اللي كان ممكن نستغله في بزاف ديال الحوايج. نتمنوا الناس ما يضيعوش الوقت ديالهم بسبب انك تكون باقي صغير يكون الطاقه. وهنا عندنا مشكل كبير في المغرب اللي هو مشكل التوجه. كذلك جيت المانيا وباقي تالف صحيح ديني باقي ما كاينش عندنا مشكل تاع التوجه. يعني الحلم ديالو الاكبر هو المانيا ملي كتجي هنا صافي الحلم حققتيه شنو باقي مازال انت حققتي حلمك في 20 عام ديني صافي كتطفى ديني وي صحيح كما قلتي يعني هاد القضيه وبعض الاحيان يمكن يكون بروبليم ديال لورينتاسيون المرة تغير بروبليم ديال الثقه في النفس كما قلت لك انا وقع ليا وكنت كنقول لا حبس ماشي علاش حيت انا كانت واحد اللحظه وكنقول لواحد الدري صاحبي كنقول له شداني كاع ندير هذا التخصص تاع علوم سياسيه شداني انا التخصص راه كيفاش اساسا غادي نبدل من الاي تي والانفورماتيك جيستيون دونتربريز لهذا الشيء راه يعني شي حاجه كتعجبني وانا الوالده تاعي يعني بعض المرات كنشوف انه كنشوف شي حاجه في لونفونس ديالي كيفاش انه في الاخر حتى صدق داكشي هو اللي كاين. كانت الوالده ديالي كتقول لهم محمد هذه غريبه ما تطلبش ليه وسط الدركاز ديال الماء ولكن صيفطوا على بريق ديالك اللي بغيتي انت شي حاجه تاع ماشي مهم شي حاجه في الاداره شي حاجه مثلا شي حاجه مهمه حتى الدار في الحقيقه مهمه ولكن زعما داكشي تاع انه مثلا شي حاجه في الدار صغيره نركز معاها نبدل لكم البولاره تبدل البولاره مهمه ولكن ما تسنانيش انا نبدل لك ما تسنانيش نمشي نجيب لك كاس تاع الماء تشرب يعني في الدار مثلا الوالده تقول لي كنتذكر الوالده قالت لي اعطيني كاس الماء كنعطيها كاس الماء اذا طلبات لي المره الاخرى نجيب ليها قرعه تاع الماء وكاس حداها باش فهمتيني بقاش غادي جاي ولكن تقول لي مثلا سير خلص الورقه ديال الضو مشي خلصها ونرجع تقول لي سير جيب شي من الاداره فين هذا الشيء شنو كيبين ان هذا الشخص عنده ميول لواحد التخصص شي حاجه فيها علاقات شي حاجه فيها مثلا انه حتى تحدي انك يعني تحل شي مشكل مع الاداره راه تحدي وفي حد بالضبط يعني اكبر من جبقه كاس الماء بالضبط يعني نوعا ما مايل نقدر نقول لك العلاقات الدوليه مايل العلوم السياسيه لهذ الامور فاش كتفكر في الحقيقه في هذا الفيرسيون تاعك كطفل كتشوفها يعني وانا غادي كنقرا انفورماتيك كنت زعما بغيون في الانفورماتيك انت اوكي ولكن هذيك الشهر اي فور كنديروا ماشي شي حاجه اللي كنلقى فيها راسي وحتى في الخدمه ديك الساعه كنت يعني وحنا هو يقول لي صاحبي انت صاحبي كيفاش كدير الاناليز لشي بروبليم بوليتيك ولا شي حاجه راه كدير الاناليز حسان من شحال من واحد اللي كيقرا علاش يا صاحبي ما ديروش بصح يلا تمدت لي الطن في راسي انتيني خصني علاش لا وعلاش ومشيت قلب التخصص حيت تقدر كنت سجلت في في الاول السيمستر الاولى كنت سجلت الايكونومي والمانجمنت ايكونومي والمانجمنت كوم كوا باغي نمشي في نفس البروسيس اللي كنت قريت في المغرب لافورماتيك جيستيون دونتربريز انتيني وقلبت المسار على داكشي اللي كنبغي هادشي علاش كنشوف زعما اللي بغيت نوصل من هاد الاخر انه الانسان يشوف يعني داكشي اللي كيرتاح فيه من الصور ديالو الى ما بانش ولادنا نعرفو يعني التوجهات ديالهم شنو عزيز عليهم دور الوالدين هنا كتهضر دور الوالدين يكونوا بالضبط يكونوا كيلاحظوا ولادهم صحيح فاش كيمشي يعني هاد الامل الام الاخرى كتبقى غير استمرار في المسار يعني انه يعني الانسان قراه ك يعني بحال غادي في نفس الطريق مساله تاع الثقه وفي الحقيقه في النهايه نقدر نقول لك انا يعني بحقيقه كنتمنى انه يعني الناس اللي غادي يجيو جداد يسمعوا هذا البودكاست يستفيدوا منه يعني مساله تاع اللغه مساله تاع الهويه مساله تاع تمغربيتي فهمو يكون عنده بروغرام بلاني فين غادي يعني استراتيجي واحد البلان
المانيا ماشي هدف، عمرك دير المانيا هدف، فهمتيني؟ المانيا تجي دوز فيها 10 سنين، وصف وصلنا لالمانيا ايوا سالات 10 سنين تاع المانيا ايوا ومن بعد ومن بعد واتس نيكست والو. لا ماشي المانيا ماشي ديما يديفلوبي راسو، ديما يديفلوبي راسو، حاول تعرف في الدومين ديالك كيفاش تقدر ديفلوبي راسك. كما قلنا انتيغراسيون، يعني الامور هذه قبل ما تجي المانيا تبدا في المغرب، تبدا تبريباري راسك صحيح، لانه قبل لا تغير. وي نجي نهضروا اخر موضوع شي واحد 10 دقائق، نهضروا شويه على الانتربرونورشيب. انا ممكن تعطينا التجربه ديالك، معناتها عندك شي تجارب الا ممكن الا بغيتي تبارطاجي معنا بعض التجارب ديالك في الانتربرونورشيب، لان كاين واحد المشكل كبير كنلاحظ مؤخرا في المغرب في السوشيال ميديا، كيقول لك كلشي متوجه للانتربرونورشيب، وكان واحد الحاجه سهل من القرايه. يعني كيبان لك صاحبي انه غادي صافي غادي يدير يخرج غادي خصوصا الايكوميرس، غادي يخرج غادي الايكوميرس غادي الفلوس، ما حاجه كاع هو يقرا، كيقول لك كاع الطلبه ما بقاش بغى يقرا، صافي كيبان لي هو راسه هو عنده التسعه غادي يخرج غادي يدير واحد المشروع غادي ماكد انه غادي ينجح، واحد 99% ما غاديش ينجح. ومنين ومع ذلك يعني انت بخنشي خصك سكيلز صحيح، خصك معلومه، خصك معرفه، خصك نيتورك، خصك تجارب، خصك 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 خصك. نشوفوا حنا دوك الشركات الكبار، بيل جيتس، مايكروسوفت، نشوفوا الاخر تاع ميتا، مارك زوكربيرغ وغيرهم، مازال الارتباط تاعهم لحد الساعه بالجامعات. جاو غير هكاك سيليكون فالي، شنو فيه الجامعات؟ وكيربطوا البيزنس تاعهم بالجامعات. ايوا الا كانت لونتربرونيا بعيده من القرايه، علاش هاد الناس اللي يعني الكابيتال ديال الشركه تاعهم فين واصل اكثر من الناتج الاجمالي ديال الدول المجتمعه، وفي الاخر وكيربطوا البيزنس تاعهم بالجامعه وبالتكنولوجيا وبالتقدم التكنولوجي وبالاختراعات. علاش هذا الشيء كامل؟ الى الانسان يشوف يعني الصوره الكبيره وغادي يفهم انه الى خلى القرايه تاعو ضاع، وبالخصوص الانسان اللي كيخليها قبل الباك، لانه الباك على الاقل انا كنقول على الاقل الانسان ياخذ الباك وياخذ الباشلر تاعو ساعة سير ما تقراش، ما بغيتش دير ماستر ما ديروش، مع اني كنصح ان الانسان يدير ماستر، ولكن زعما على الاقل الانسان يلوص عندك واحد البيك اب، تلا ما صدقاش ليك في الانتربرونورشيب عندك ترجع تقدر ترجع تخدم، اما ما عندك لا باك لا والو ما نجحش ليك ذاك المستوى يعني تقدر تقدم شركه وتخدم. علاش؟ لانه تقدر تفشل ولكن قاري عارف غادي تمشي تريح مع راسك، تعرف داك كما قلتي انت الباك اب كيفاش نقدر نصلح هذه، ولا كيفاش نقدر نتعايش مع المشكل، اولا كيفاش نقدر انه يعني نتفادى ولا نبدا من الزيرو، يعني تقدر تلقى حل بشكل عام. يعني الحل اللي غادي يخرجك انه تبدا بروجي اخر، انه دير حاجه اخرى، انه ولكن الى ما الى 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 ما قاريش، الى ما عارفش، الى ما عندك دوك السكيلز، لانه الله القرايه والدوبل ديفلوبي سكيلز ديالك، الا ما عندك هذا الشيء تقدر تطيح، ما غاديش ينوض الانسان. وفاش كنقولها ثاني لونتربرونيا ماشي غير راه فيها ريسك مانجمنت، فيها بزاف تاع الحوايج، الا ما كانش تتعامل مع الخدامين عندك، خدامك فاش تتعامل مع الادارات تاع الدوله، كيفاش انه غادي لا تفهم حتى التاكسيشن كيفاش دار الضرائب وتخلص، وكيفاش غير اساسا تعرف تخلي لونتربريز ديالك في مجال قانوني، كتخلص الضرائب ديالك، كتخلص لي سالير ديال الناس، كديكلاري بهم في لاسيني سي ست ايام مهمه، عطي لكل يدي حقا حقه، فهمتيني؟ هاد الامور الا ما كانش الانسان قاري كيفاش غايدير ليها؟ والمعلومات كلها كاينه خصك تقرا، الا ما عندكش غدير واحد حتى دابا حتى الايكوميرس حتى دابا خصك لغه، خصك لونجلي فوالا باش تدخل تقرا في الايكوميرس. واش غير لونجلي مثلا؟ نقول لك واحد القضيه، واحد سكيس من بزاف سكيس بالضبط، باش انه الا ما كنتش قاري واعي فاهم داك مثلا المجتمع الامريكي باغي نوجه لي واحد البروداكت، عارف انه حسن مثلا ما عرفتش شي بروداكت ما كيستعملوهش مثلا هما، ونجي انا نبقى نقول جلابه مثلا اللي كنلبسو حنا في الصيف، غادي نشد هذوك الفوقيه اللي كنسميوها الفوقيه، ونقد بزاف تاع الديكورات، وغادي ندير جوجل ادسنس، وغادي ندير داك الشيء على امريكان كلها، وغادي نخسر فيه ما عرف شحال تاع الفلوس، وغادي ندير لهم برودكت عندك فوالا خارج من واش غايشريو لي زاميريكان؟ واش يشريو؟ حيت انا ما عارفش، وما وديك ليتود دو بروجي ماركت ريسيرش، شكون اللي عطاني هاد السكيلز هادو؟ عطاهم ليا السوشيال ميديا، ما عطاهمش ليا، مشيت قريت. هادشي علاش القرايه في الحقيقه مهمه بزاف، القرايه يعني بدك تخليك تفلتر واش الانسان اللي كيقول لك واحد الحاجه واحد الهضره واش اصلا بعداك
واش غاطلقها ولا فعلا كيقول هضره صحيحه. انا قداش عام واحد فيه كي تنتي ميكيت شحال واحد هذيك فكره ميكيت وي، ولكن شحال واحد كي لا زعما شحال واحد كيدير هكا وغادي يصدق انت طايح في المشكل. وكاين دابا هاد المشاكل بزاف، الناس كيبيعوا للشباب الاوهام ان القرايه ما خداماش، راه بغى يبيع لك انت هو البرودوي فوالا، انت هو بغى يبيع لك باش واحد الحاجه اللي باش هو يدير بها الفلوس. اولا اساسا هو انسان فاشل في حياته وكيبغي يغطي على ديك القضيه والقرايه ماشي مهمه. هذاك الانسان اللي قالها شنو دار في حياته؟ هذاك الانسان اللي دارها واش ايزي هابي؟ راني انا فاش كنت في كنقرا الماستر ديالي راه كنت كان واحد السيد غادي نقول لك يعني في الاخر الستينات كيجي كيقرا معنا ماستر وفي الاول كان كيريح في اللور كي ما كي بارتيسيبي، وهذا كنشوفو انا كيسحب لي شي واحد مراقب للبروف في الاخر صدق طالب معنا في نهار نديرو البريزونطاسيون ولا فهمتيني وصل واحد النيفو. علاش؟ حيت القرايه تيب حلاوتها يعني فاش كتكون انسان متعلم يعني ما غاديش يحس الانسان بهذا الشيء اساسا حتى يكون حتى يكون يعني عنده واحد فوالا يعني فقد الشيء لا يعطي. انا حاليا كنفكر نرجع للجامعه نقرا البيزنس انترناشونال بيزنس، كنفكر نرجع لها فهمتيني انا ولا عندي واحد على شيء ما واضح لي فين باغي نوصل. كما قلت لك انت الانتربرونورشيب اللي ممكن تبرجي معنا القصه ديالك، واش درتي شي حاجه بديتي فيش حاجه ولا واش انا في الحقيقه 2012 كنت انا قبل انا فاش كنت في لافاك في الاف بي وفي واتزازات كنت كنقول خصني ندير شي حاجه. انا ما كنتسناش الدوله نمشي نخدم في الدوله، انا خصني ندير شي حاجه، بغيت نحس براسي انه درت شي حاجه. واحد الوقت قلت كنت كنفكر في ميزون دوت، عندي ميزون دوت قريبه شويه للتيريز، فكرت ندير في واحد الكونسيبت تاع السيكوريتي، هذوك السيكوريتي اللي غندير لهم واحد البرنامج تاع التدريب وغندير لهم يعني واحد بزنس ايديا. ما مشاوش بحكم انه كان عندي مشكل ديال الكابيتال، ما كاينش عندي الكابيتال. باش مشيت لقطر فكرت قلت خصني ندير شي حاجه، يعني بديت كندير كنشوف ما درتش ايتيو بروجي، هذا هو المشكل. انا اش كنقول القرايه مزيانه، انا ما كانش يعني ما النوع ما انت اصلا سكيلز باش دير بعيد على البيزنس. ثاني حاجه دخلت لواحد السوق اللي هي بعيده عليا، انا في قطر درت بروجي تاعي في المغرب، درتو في لي طرافو بحال باغي ندخل لي طرافو بوبليك طرافو روتير وداك الشيء، هذا هو التخصص علاش مشيت. وانا عايش في قطر، ماشي واحد الدومين اللي يقدر مثلا نديرو اديستونس ولا شي حاجه، خاص تكون في المغرب. فوالا درت الشركه الاولى، والهذا الخطا الاول. الخطا الثاني مشيت بعض الاحيان هو خاص تعرف مع من كتخدم، درت بارتنير اساسا كان شوماج يعني وبزاف تاع الحوايج. انا كوم كوا ديك القضيه تاع الخير وكذا وكذا وكذا، اوكي الخير مزيان ولكن شوف البيزنس تكون بيزنس 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 ما فيهاش هكا ولا هكا. درت بارتنر ما كانش مزيان وبزاف تاع الحوايج، ما مشاتش الشركه يعني حتى 2016 وقفتها يعني درت فايت وهذا. وكنت اون باراليل عاوتاني درت تجارب وحدين اخرين. واحد الوقت درت سونتر دو ماساج تيراميك. يعني دي ماشين كيديروا لك ماساج تيرميك يعني في المغرب. في المغرب ولكن عاوتاني المشكل اللي درتو انه مشيت درتو في واحد البلاصه اللي ما كانش خدام فيها ولا شي حاجه. يعني هذا يعني كتلقى المشكل مثلا في ايتود دو بروجي. ثاني حاجه انا التخصص ديالي شنو، وانا كنمشي كنتطفل على دومين واحد اخر، على دومين واحد اخر. التجربه الثالثه حتى هي يعني ما كانتش ناجحه. يعني هادشي الانسان خصو يعرف هاد الحوايج. يعني اول حاجه الحاجه اللي كنتقن، ثاني حاجه يكون عندي عليها كنترول براسي. راه البيبي ديالك هذاك خص يعني تكون يكون حداك عارف شنو كدير. حتى لو كان صغير ولكن على الاقل ديالكم متحكم فيه، متحكم فيها ورسم لها خطه. انا ديك الساعه الشركه الاولى كنت داير خطه تاع ويتون، داير ليها بزاف تاع الحوايج، ولكن يعني وكنت زعما حتى النيتورك يعني كنت كنوجد لها نيتورك، وكان كان غادي تمشي بعيد لو انه تسمعت الهضره ديالي، ولكن البارتنر ما كانش كيسمع الهضره ديالي. هو يعني اكبر عائق هو البارتنر ديالك اللي ما خصوش يكون اصلا، خصو ما يكونش خاصه يعني اهميه التيم والناس اللي خدام معاهم مهم بزاف. بالضبط يا بارطاجي معاك الاخر نفس الانتوزيازم او ما يكونش بالضبط. فهاد الامور مهمه بزاف حاليا. يعني حاليا
يعني انا بحكم انه كنشتغل على موضوع الدكتوراه وخدام وعاد عاد يعني المسؤوليات الاسريه وهذه الامور، ولكن كنفكر لا ولا دابا فعليا غتبدا واحد المشروع جديد. نعم. شنو هما الخطوات اللي غدير من التجارب كامله اللي درتي ومن الاخطاء اللي درتي وتعلمتي منها؟ لو كنتي غدير واحد بروجي واحد جديد، تبدا واحد واحد جديد، فعليا شنو هما الحوايج اللي غدير؟ شنو هما الخطوات اللي غدير باش تبدا واحد البيزنس جديد؟ انا في الحقيقه يعني حاليا وحدي هذا هو التصور اللي يعني اللي وصلت ليه، انه نهار تبغي تبدا بيزنس تبدا بشي كابيتال كبير باش انه حتى الا خسرتي ما غاديش تحس براسك انه ضربتي واحد مشات لك واحد 10 سنين في حياتك باش انه تجمع داك الكابيتال. فوالا الحاجه الاخرى، الحاجه الاخرى شي حاجه اللي انت البيبي ديالك خصو يكون انت يعني كتكونتروليه، كتعرف شنو كتوكلو، كيفاش كتربيه، الامور كامل يعني الشركه ديالك شنو كتدخل ليها، شنو باغي توصل بهاد الشركه، هاد الامور كامل انت كتكونتروليهم. الحاجه الاخرى خص يكون عتي الافق، حيت بعض الانسان بعض المرات الانسان يقدر كاع ينجح في الشركه تاعو ولكن ما خططش لواحد المدى البعيد انه هاد الشركه تاعو باغي توصل لواحد النيفو كبير. دونك يوصل لواحد النيفو كيحبس. دونك خص الانسان حتى يفكر حتى يعني اللونغ تيرم استراتيجي والشورت تيرم تاعي تكون واضحه. انا حاليا يعني كنخدم على واحد البيزنس ايديا يعني اللي هي تاع انا وبعض بعض الاصدقاء اللي كنتشاركوا نفس هذا نفس الطموح، سميناه تايلاند انترناشونال، تايلاند كونكت انترناشونال، اللي هي كتاخذ سميتو بحال ميديشن كيسموها بالالمانيه فيرميتلونغ. الناس اللي كيحتاجوا يقدروا يلقاو الناس هاد الشيء على الانستغرام، نقدر نصيفط لك حتى اللوغو ديالها. حاليا يعني مازال لانه حنا ما بغيناش انه نخرجوا للواقع قبل ما انه يكون كلشي يعني مضبوط وواضح وتكون يعني حتى الناس اللي تقدم لهم سيرفيس يعني ماشي شي حاجه اللي ما كايناش في السوق. هذا هو اللي بغيت نقول لك. يعني فيرميت لهم الناس اللي هما كتعاون الناس اللي كيقلبوا على الخدمه كيفاش انهم يلقاو الخدمه اللي كتوافق مع السي في ديالهم على الطموحات ديالهم، وفي نفس الوقت الشركات اللي عندهم خصائص في اليد العامله في المانيا كيفاش يقدروا يلقاو الريسورس اللي هما محتاجينه. فاحنا كنديروا بحال هكا، يعني التارجت تاعكم هو شركات والناس اللي كيقلبوا على الخدمه. انت ما غتكون واحد تول، واحد الفبيندونغ، واحد الكونيكشن، واحد البريدج ما بين الناس اللي كيقلبوا على الخدمه والشركات اللي عندهم خصص في هذه الخدمه. اكزاكتلي. عندك جوج شكون هما الدول اللي متارجتين؟ التارجت حاليا هما نورث افريكا وجيرماني. جيرماني بحكم الخصص ونورث افريكا مع حاليا يعني تخصص بالضبط للمغرب، لانه حاليا كاين بزاف يعني الناس كيلقاو مشاكل يعني في المهم حنا ما ندخلوش على المشاكل. كاين الناس يعني بزاف كيعانيو وما وبعض المرات حتى لوريونطاسيون. انا في الحقيقه باش غنقدم سيرفيس واحد كنشوفو غادي داكشي اللي كاختيار تاعو ماشي هما داك كنقول له حبس يعني ما ولا ما نقدرش نساعدك يعني انت غادي للهويه. باش عارف الانتربرونيا الفكره اللي عندك هي اللي عندي انا القاعده على الكونيكشن ما بين المانيا والمغرب والافريكا. مش عارف انا الافكار راه بزاف نهزم الافكار كيبقى في التطبيق. صحيح. فكره شحال هذه عندي ولكن ما عمري طبقتها فهمتي، ولا مازال باقا في الاوراق ولا في البي سي، ولكن ملي خص امور تطبق شي حوايج ونيتوركينغ بحال دابا. دابا حنا كنتقنوا النيتوركينغ بحال دابا نقدر انا ندخل معكم في هذا البان هذا اللي كديروا بطريقه واحده اخرى باش الناس كتفرجوا فينا كيفاش كيخدم النيتوركينغ. ها ما قلت لك يقول لك واحد الفكره وانت كتحاول دوك لايف نيتوركينغ كنديروا انه المهم وي الله يوفقكم ان شاء الله ونقدروا مازال نهضروا اكثر على هذه القضيه التجربه هذه. وي صراحه اخي محمد صراحه مستمتع معك بزاف بالوقت، وكنظن ان الناس هما مستمتعين وفي نفس الوقت يكونوا استفادوا بزاف من التجربه. نقدروا ان شاء الله في المستقبل نشوف بودكاست واحد اخر نقدر عندك شي حاجه اخرى باغي تضيفها؟ انا بشكل عام يعني هذا هو البايت خاك ديالك كما كيقولوا. كنتمنى انه يعني نكون ضيف خفيف على البودكاست ويكون الناس استمتعوا وبارطاجينا معكم، يعني كنحاولوا على الاقل يعني ولو جزء بسيط اللي ممكن يستفيدوا منه الناس. كنتمنى انه تكون افادة مثل الناس، وكنتمنى من الجالية بشكل عام في المانيا وبشكل عام يعني 5 مليون ولا 6 مليون مغربي اللي عايشين يتزاد تلاحهم، يتزاد يعني
يعني ديك اللحمه المغربيه والتواد والتراحم تاع المغاربه فيما بيناتهم، وحتى في المجتمعات اللي هما فيها، انه يعطوا في المجتمعات اللي فيهم في البلد الام اكيد، والبلد اللي هما عايشين فيه يكون التفاعل والعيش ديالهم ايجابي واكتيف، يعني في مجال اقتصادي وفي المجال السياسي وفي كل المجالات. يعني خصنا نكون جاليه اللي كتضرب بها مثل كما كيقولوا، والحمد لله هذا ما كانش انه هذا الشيء. ما يعني روحانيا كنت سمعت واحد خينا قال لك المغاربه فين ما كيمشي وكيأسسوا جامع، كيبنيو جامع، هذه شي حاجه ايجابيه. يعني كتشوف انه داك ولا مثلا بعض المرات انت كتكون غير كتمشى في الشارع كتسمع الدارجه كتفرح، فهمتيني؟ يعني هاد الحوايج اللي علاش، لانه في لو فون يعني مازال نقي، مازال مزيان. فكنتمنى من خالص اعماق قلبي انه التوفيق لجميع المغاربه في برلين، في المانيا، وفي العالم كله. كنتمنى انه تكون الافاده عامه للجميع، والكونتاكت تاعي تقدر تبارتاجي، ما عنديش مشكل اللي عنده اي تساؤل ولا هذا، فمرحبا. وكذلك شكرا نجيب، كنظن نجيب نجيب، شكرا سي نجيب على هذا المحل، لانه كتحس براسك بحال في المغرب. مراكش. مراكش بالضبط، واحد بحال اللي جالس دابا في شي رياض في مراكش. كنت من الزربيات بالضبط. الزربيات. انت شكرا لك على هذا، لانه هذا في الحقيقه مجهود كبير باش انه دير بودكاست وموجه لهاد سميتو، باش انه الناس يستافدوا. هذا شكرا لك بزاف على هذا المجهود اللي كدير، وشكرا بزاف على الاستضافه، وبارك الله فيك. محفظتك. شكرا بزاف خويا محمد على هذا الكلام الزوين والرائع ديالك. قبل ما نختم صراحه، اما نتمنى نكون ما قطعتكش في الانتربرونورشيب ولا دير شي حاجه، ولا كنظن بشكل عام هذا هو. بشكل عام امور عمليه يعني في برلين كاينين فرص، وعاده في كل جهه كيكونوا يعني فرص او حاضنه تاع ستارت ابس. وانا كنصح يعني الشباب، حتى بعض الاحيان الا ما عندوش، كيقول لك 10 5 تاع لي مليونات والستاتس ديالهم يمشيو الانسان. زوين هذه. يمشي 10 5 والليست، اطريح مع 5 د الحمقين غتحمق، راه ما فيهاش انتيني. علاش؟ حيت الانسان كيما كيبني بيئته بكل بساطه. يعني الا مشيتي للناس كيفاش البيزنس، كيفاش شي هو تا كيما كنقول حاجه، فهمتيني؟ الانسان كيفكر بحالك مع ناس كيفكروا كل معقول. معقول بيان سور، كيقولوا شوف الانسان يكون معقول. لا الا ما كانش المعقول سلم عليه، سلم عليه انتيني. الانسان اللي يكون المعقول، او الا مشى الانسان يعني فات التوجه، كنظن يعني الاخر حاضنه الاعمال في برلين مثلا، مشي الانسان كاين شي اكتيفيتي، مشي حضر ليهم، شوف كيفاش كيديروا ليها، راه الانسان غادي يوصل. حيت الا ما حتى ولو ما عنديش فكره، يكون عندي على الاقل نيتورك كنوجدو، ويكون عندي سكيلز كنوجدهم. نهار تكون فكره نلقى راسي واجد فوالا. اوكي مهدي. محمد، شكرا بزاف اخويا. غادي نختموك، ديما كنلعب واحد الجيم مع الضيوف ديالي، هو كنقول لهم كلمات، هما كنقول لهم اشياء ولا كلمات، هما كيخلصوها في كلمه واحده، وكذا علينا اليوم. هاتي ما فراسي دابا بس مزيان انت فراسك. يعني نبداو باول اول اول حاجه، هي المغرب في كلمه. المغرب هي تمغربيت، هي بلاد، هي شعب، هي ثقافه، هي هويه، هي استمراريه. ورزازات 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 هي جنوب افريقيا. وهي التنوع، وهي الثقافه، هي التسامح. لانه كتشوف في ديك المدينه بزاف ديال التنوعات الاثنيه، يعني الناس، وبزاف ديال اللهجات، وبزاف ولكن الناس كلهم كيبغوا بعضياتهم. الهويه المغربيه، الهويه المغربيه حتى انا نربطها بتمغربيت، هي التنوع، التنوع، التسامح. هويه مغربيه فريده. كنتمنى انه يعني الناس يوعوا بها. العبقرية المغربية كما قال حسن الثاني، إلا وعينا بالعبقرية المغربية يكون عندنا، غادي نخلقوا الأمجاد كما خلقوهم الأجداد ديالنا. حيت الإنسان يعني راه استمرارية تاع النسل ديالو، كما كانوا عباقرة نقدر نكون عباقرة إلا وعينا بالعبقرية المغربية. فان زوين. حاجة أخرى كنت باغي نسولك، شناهي يا جات لي دابا، الكوزينة المغربية. هو كما كيقولوا الالمان، في الفالت
فيفات هي التنوع. التنوع بحال اللي كنهضروا على الموزاييك المغربي فيه الالوان الزوينه يعني حكا داير حتى لا كوزين ماروكا. المطبخ المغربي كنت هذه القضيه كنت فاش كنت كندير التدريب تاعي فدرت واحد الشهر اي بي اس بروغرام في البوندستاغ في البرلمان الالماني وانا على حطي وسعدي ووعدي تحت في واحد الابكيور نتا اللي هو برلماني الماني من حزب الاي اف دي. درت معاه واحد وكنا كنهضروا على الثقافه وعطيتو هذا النموذج تاع الموزيك. وكذلك حتى بالنسبه للمطبخ المغربي هو التنوع كنديروا الحلو مع الملح. واحد في لي كويزين انترناسيونال لا كويزين انترناسيونال قليت لقى هذه القضيه تقريبا جوج لي كويزين انترناسيونال اللي فيهم اللي كيخلطوا الحلو مع الملح وكان والالوان كتحط الطاجين كتلقى الخضر والحمر هكا داير الشخص ديال المغربيه كتلقى المغربي يهضر بزاف اللغات ويهضر هكا يعني داك الشيء تطابق مشيتي للزربيه ملونه مشيتي الشخصيه هكاك صح حافظوا على هذا الشيء كذلك تاع ولا لا كوزين فيها بزاف تاع الادواق ولكن كتجمعهم كيكون واحد الدوك عاوتاني فريد. هذا هو لا كوزين ماروكان. قطر في كلمه قطر قطر عندها حاضر وعندها مستقبل في الحقيقه بحكم يعني لي غوسورس اللي عندهم. قطر عندها واحد المسار مزيان اللي كتلعبوا في العلاقات الدوليه لانه دوله بحجم مدينه ولكن تاثيرها الدولي كبير. قطر في كلمه التجربه ديك في قطر في كلمه تجربه 16 تجربه 16 لانه انا جد سعيد بالتجربه اللي خط في قطر وتعلمت منها بزاف. جد بالمانيا في كلمه المانيا نقدر نقول هربت واحد الجزء فاش كنت في الليسي الفلسفه مع الحاضر الحالي. والالمانيا فرصه خص الانسان انه يستفد منها ويستغلها بالضبط يستغلها. الدراسه او العلم او التعليم لا نقدر نقول لك هو كل شيء اغلبيه يقولوا هو كل شيء صراحه هو كل شيء كل شيء عندنا حاجه مهمه بزاف ما بغيتش نزيد باش ما نخسرش الاخر هو كل شيء رغم ان في العربيه الشيء هو شيء حاجه ما مزيانش ولكن نقولها احنا بالمغربيه هو كل شيء زعما هو التقدم هو اللي كيصنع الحاضر هو اللي كيصنع التعلم والعلم هو اللي كيخليك تفهم الماضي تخدم على الحاضر وتخدم على المستقبل. وي زوين. النجاح في كلمه النجاح نسبي الانسان ما يقولش عاوتاني انا خصني نكون ناجح. النجاح نسبي تقدر تنجح واحد المستوى واحد القضيه بغيت نقولها مزيان انه جبتي هذه الكلمه تاع النجاح وكنت كتبت عليها واحد البوست صغير واحد السيده هي اللي غياجات لانه عشت واحد التجربه هي نوعا ما النجاح نسبي خص يكون متساوي بالانسد ساكسس. ما تكونش ناجح في البيزنس وتكون خسر في الحياه ديالك تكون متوازن توازن. وشنو هو انا بالنسبه لي النجاح هو تكون جايب 5.5 على 10 في هذا الشيء كامل تيني اجتماعيا تكون عندك علاقات مزيانه مع داركم مع والديك مع خوتك اكسيتيرا اجتماعيا مع اصحابك تكون عندك يعني ماشي اكسيلنت يعني الاكسيلنس في الادوكيشن ماشي مشكل انه تكون عادي على قد الحال ويكون قاري شويه مزيان ويكون حتى في ماديا ماشي بالضروره تكون اكسيلنت مزيان ولكن على الاقل عندك واحد المينيموم فهمتي فاش كتجمع هذا المتوسط متوسط هو النجاح يعني علاش نقولوا نسبي يعني تكون التوازن ما بين جميع كومبوننتس ديالك يعني life. في العلاقات ديالك في المجال المهني ديالك في المجال الدراسي ديالك الصحه ديالك النفسيه والجسديه ديالك حتى الجانب الروحاني ربما عندك الجانب الروحاني ديالك يعني الجوانب كامل تكون تقدر توازن لانها صعيبه صح. انك توازن هذه الجوانب كامل يعني تقدر توازن واحد الجانب وتضحي بالاخرين ولكن اللي ما خص الانسان يديرها حقيقه تقدر ترجع لك سميتو بضرر كبير في المستقبل فهمتيني. قلنا النجاح كيبقى نسبي. الفلوس الماده كيقول لك مغاربه الله يديرها في جيبنا وما يديرها في قلبنا ولكن الانسان ولكن الانسان الفلوس نقدر نقول لك زعما الانسان يحاول انه يعرف منين كيجيبها حيت فاش كتعرف منين كتجيبها يعني انه يكون دخلات عندك رقم مزيانه وتعرف فين غادي تمشي عاود وما تكونش ارقام يعني خصها تكون في الواقع. الا كنت غير ارقام راه ما كتسماش اصلا ما عندهاش قيمه. ما تكونش ارقام في البنك تكون ارقام يعني في الواقع في الحياه ديالك بالضبط وحتى في العمل اللي كدير خيريه الى ما الى ذلك.
الصحة النفسية. الصحة النفسية أقدر أقول لك يعني حتى الجسدية مهمة، ولكن الصحة النفسية يمكن أهم. أقدر أقول لك مثلا 60% 50% 50% أو 40% جسدية و60% نفسية. فإن الصحة النفسية مهمة خاصة في الغربة، خاصة في الغربة، خصوصا في بعض الدول اللي بحال ألمانيا. هادشي علاش العلاقات مع الأصل مهمة أحيانا، والعلاقات مع البلاصة اللي أنت فيها مهمة. الشو كامل كيعاونك في الآخر في الصحة النفسية، وهو الإنسان يرد البال حقيقة الصحة النفسية انك كنهملوها شيئا ما. والإنسان حتى لا عنده مشكل، وحنا غالبية المجتمعات في الحقيقة لا عنده حتى شي مشكل، نوعا ما كيحس بشي مشكل يهضر عليه نفسي. ولا مشي عند طبيب نفسي شي مشكل عادي، ماشي عيب. ماشي الا مشيت عند طبيب نفسي انا حمق، نمشي عند طبيب نفسي ونهضر معاه على هذه المشكله وراه شنو بحال لا غادي لواحد المنتور ديالي، واحد المرشد ديالي، كنقول ليه سي حمزه انا عندي واحد المشكل وشنو ما بقيتش كنحمل نهضر معاه بنادم. علاش كيبقى هو كيفرز معاك بشويه بشويه حتى كتهضر. فالصحه النفسيه يعني ركن اساسي في الحياه. صراحه انا باغي ندير بودكاست نخصو هذا الدومين، هذه القضيه ديال بالضبط، ولكن نجول كنت باغي نسوق على الصحه الجسديه ولكن جاوبتي عليها. الأصدقاء في كلمة. الأصدقاء وحقيقة التجربة كتقول أنه اش غنقول لك، يعني أنا اللي كنحس مؤخرا أنه حتى الأصدقاء يعني صعيب الصداقة، صعيب يعني خاصة إلا كنتي داك الإنسان اللي كيقول لك أنا نموت مع صاحبي. صعيبة في هذا الواقع ديالنا وهذا سميتو باش أنه تلقى داك الصحاب ديالك بصح اللي. ولكن رغم هذا كنقول أن الإنسان الصداقة مهمة. وكما كيقول لك الصديق عند الضيق. يعني الإنسان يوقف مع أصحابه، وفي الحقيقة يعني في بعض المراحل الحياة الإنسان ما كيلقى إلا أصحابه. وحتى ولو أنه ما لقى أصحابه فرضا، الصداقة مهمة، لأنه واحد الريزو حتى هو أصحابك اللي كيف هم أكثر من 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 من, من لي كوليك ديال كيف ممكن يعني بزاف تفهموا اكثر من عائلتك احيانا. صحيح صحيح، وفهم اكثر من عائلتك بصح بصح. كاين النماذج اللي كيطيحوا في دي سيتياسيون كيلقاو صحابهم. انا كنعرف يعني ناس كانوا يعني حياتهم غادي تدمر، كتلقى عند واحد صاحبه كيعاود يشد بيديه كي صراحه. خصنا في الغربه، الغربه اصحابي كله عائلتك واحد الوقت. صحيح. باقي شي حوايج اخرى مسالي، واللي هي والديك في كلمه. الوالدين حقيقة تقسموا ماماك بوحدة وباباك بوحدة ولا بيجمعهم في كلمة واحدة؟ أنا صراحة هما الطاقة. طاقة. هما الطاقة، يعني أنا فاش أنا بعد المرات كنقول لا بزاف كثرت، وخاصة الوالدة ما كنبغيش نعاود ليها المشاكل ديالي، ولكن نقدر نقول لك هي المستشار الشخصي ديالي. يعني غتجي أنا الوالدة تاعي ما قريش، وغادي تجي الناس غريبة. واحد الوقت كنت صافية about to give up، فاش كنت في قطر في القرايه تزيرت ماديا، تزيرت في الوقت، تزيرت هذه ما كناخذش. انا كون جيتي كناخذ باش نقرا ماشي باش نمشي نرتاح. قلت لها الوالده عرفتي شنو غادي نوقف. عييت قلت لها شوف سير تقرا كاين باش نعاونك سير تقرا. واستمرت. وفي المانيا فاش واحد الوقت قلت لها عرفتي انا على الريزولي عندي في المغرب، على غادي نمشي غادي ندير راسي غادي كاين راه دير راه هذا الشيء راه غادي ديرو من نهار قبل ما تمشي قطر. ولكن خديت واحد الخطوه مهمه، تسجلت ماستر، قرا لك ماستر ديالي. دونك الوالدين الانسان خص اول حاجه يعني انا بالنسبه لي كنعتبرهم مصدر الهام، مصدر تاع الطاقه، ومستشار. وبعض الاحيان بعض المرات كتاخذ منهم التجربه ديالك انت اللي عندك 20-30 عام 40 عام، كترجع لوالديك تجربة 70-80 عام كيلخصا كيعطيها لك في واحد النهار. غير كمثال وكواحد المشكل كنهضر انا لوالديك، قلت ليه خصك تدخل. قال لي شوف بعض المشاكل عرفتي باش كنحلوها. قلت ليه باش؟ قال لي بحال هاد المشكل اللي واقع دابا كنحلوه بالطرق ديالو، نعطيوها غير تيسا وغادي تحل. علاش ثلث ساعة أخرى كما كيقول. وبديت كناخذ هذيك القضيه كنقول لو كان كنقرا لي السيناريو، ولقيت الهضره تاع الوالد صحيحه. انت وقيس على ذلك في حوايج اخرى. فالوالدين يعني واحد التجربه اللي ما فيهاش الشك.
انه يعني يكما صاحبي يدير لي القلب هذه ولا شي حاجه، الوالدين ما باغيين لك الخير. دونك واضحة. فاش دونك فاش كيقول شي حاجه، يعني الوالدين الانسان كانوا عايشين على فرصه العمر، خلي علاقه معهم مزيانه، يعني يحاول يرد لهم جزء بسيط من الجميل اللي داروا فيه، واللي ويكون علاقته معهم يعني مفتوحه، ما يكونش اللي باغيه. آخر حاجة نسأل بها محمد في كلمة. كاسم ولا أنت انا كشخص ما صار نقدر نقول لك ما صار تجربة، نقدر نقول لك يعني هكا ومحاولة، محاولة. باش ما نقولوش انه هذه هذا محاولة، لانه كنحاول كنطيح وكنوقف كنعاود نحاول. واحد المسار عندي، واحد بالاولى، باش ما نقولوش عندي واحد الهدف، عندي بالاولى وبالثانيه، بيت الاول والثاني والثالث، وغادي في هذا المسار، وكنتمنى من ربي التوفيق. شكرا خويا محمد، صح نفع بزاف هذا البودكاست، من الناس اللي كتفرجوا معايا يستمتعوا ويكونوا يستافدوا. كما انا استفدت واستمتعت معك اخويا محمد صح بارك الله بزاف، فيك، شكرا لك بزاف. شكرا انت لوالديك اللي ربوك التربيه هذه، تبارك الله عليك بارك صراحه. الله فيك. كنشكرهم حنا من المنبر هذا. شكرا لك بزاف، ونتمنى نشوفك ان شاء الله في احسن احوال، بارك الله فيك. وتوصل لك الشيء اللي بغيت توصل ليه، تكمل ان شاء الله الدكتوراه ديالك، شي مشروع تاولك تي بغيت خدامه تاوي يمشي مزيان. وشكرا، بارك الله فيك خويا حمزة. كتشوف راسك من 10 سنين 10 سنين صراحة. لا شوف، مغرب ولا المانيا؟ ان بيتوين، ان رجل هنا ورجل هنا، رجل اوكي رجل هنا ورجل هنا، هذا هو التصور تاعي، وفيزابل ان شاء الله. فيزابل، شكرا بزاف خويا محمد، بارك الله فيك، وشكرا شكرا للمشاهدين ديالك. الله يحفظك على هذا الكيك، شكرا بزاف. شكرا لك انت، انت الله يحفظك. بارك الله فيك محمد، شكرا بزاف، بارك الله فيك، شكرا صراحه. كي جاك البودكاست؟